الانتخابات اللي كيشكلوها، وكنتمنى ان شاء الله انكم ما تدخلوش علينا سواء شادر في هذه المائده المستديره ولكن في النقاشات الجهويه والوطنيه وفي صياغه الخلاصات النهائيه اللي كنتبقاو نرفعوها هذه المؤسسات الثلاثيه اللي هي النقابه الوطنيه للصحافه، المجلس الوطني، والبرلمان بوقتي. بون انا جو با سادغيسي هذوك لي ريكومونداسيون داك الشيء اللي الحكومه، لان الحكومه عندها شيء هكذا تساوي بيننا في اطار ما يخولنا الدستور كمقاربه تشاوريه بين الطحوات في الشكل اليوم الاعلام. كاين مجهود كيتخدم، كاين نقابه كتخدم، كاين مجلس كاين، ولكن كاين فلاتات اللي قاصت اشخاص، شخصيات، قاصت مؤسسات كبيره في البلاد، وما يمكن ليناش نبقاو مكشوفين الايدي. لا المقاربه الامنيه وحدها كافيه، ولا المقاربه القضائيه كافيه، خاص نقاش عمومي، خاص توصيات هادئه ورزينه وهادفه، واللي عندها مستقبل اللي غادي تاثر الاجيال المقبله. شكرا لكم على طيبية الدعوة جميعا، تمام التوفيق والسداد، وكنرجع الكلمة للأخت الصديقة العزيزة إيمان الغزالي. مساء سعيد للجميع، شكرا للحضور الكريم كل باسمه وصفته والمقام الذي يليق به. إذن شكرا للحضور الكريم كما قلنا كل باسمه وصفته والمقام الذي يليق به. شكرا لكل الأستاذات والأساتذة الأعزاء الذين لبوا اليوم دعوتنا للمساهمة في النقاش الجاد والمثمر الذي تحتضن هذه المائدة المستديرة والمنظمة من طرف جمعية بسمة للعمل الاجتماعي والثقافي والحقوقي بالمغرب حول موضوع الأخبار الزائفة بين مسؤولية الإعلام المهني والمجتمع والمؤسسات والقانون. إذا هذا الموضوع لمقاربته من عدة زوايا مهنية وما تفرضه من احترام لأخلاقياتها وإشكالاتها لمؤسساتها القانونية. فدواعي تنظيم هذا النقاش يرتبط بكل الأخبار الزائفة والإشاعات التي أصبحت تغطي الفضاء الخاص بالمعلومة والخبر. هذه الأخبار الزائفة والكاذبة التي ينتعش سوقها كلما ارتبط نشرها وتوزيعها بمواقع التواصل الاجتماعي، إذ معلوم اليوم أن منصات التواصل الاجتماعي لم تترك أي مرحلة من مراحل صناعة الخبر إلا وتدخلت بها، وحتماً رافق هذا التدخل أسئلة أخلاقية كبرى، ونحن هنا من خلال هذه الندوة سنحاول أن نطرح مجموعة من التساؤلات بصوت أكثر وضوحاً علها تلقى الانتباه اللازم من قبل المؤسسات الإعلامية والمتقاطعة معها. إذن يحضر معنا في هذه الندوة صحفيون، خبراء تواصل، حقوقيون وصناع محتوى وقانونيون، لنحاول الإجابة إذن على سؤال الأخبار الكاذبة وآليات التعامل معها مهنيا، أخلاقيا، وقانونيا وحقوقيا. شكرا. أعطي الآن الكلمة للسيد الأستاذ عبد الكبير خشيشل، رئيس المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، فليتقدم مشكورا في حدود 10 دقائق إذا أمكن. طيب 10 دقائق ما كافياش، ولكن غنحاول نلتزموا بالحيز الزمني على الأقل نطرحوا أفكار. وأنا كنعتبر بأن هذا اللقاء ديالنا في هذا المساء هو حسنة من الحسنات التي يمكن أن يقوم بها كل فاعلين كل من موقعه في هذه الفترة الزمنية بالنسبة للإعلام في بلادي. أولا هناك نوع من التوفيق في اختيار العنوان، لأنه الأخبار الزائفة مسؤولياتها تتقاسمها كثير من الأطراف. الثاني خصنا إجابات على جميع الأصعدة. النقطة الثانية أنه زمانيا جاءت في لحظتها، لأنه نحن بصدد يعني مباشرة سنة من نقاش الجدال حول القوانين المنظمة المهنة. البارحة تم تنصيب لجنة مؤقتة مكلفة بقطاع التواصل، ومن المفروض على أنها ستكون سنة، عكس ما يعتقد البعض أن هذه اللجنة ستجلس لوحدها وتنتج هذه القوانين. هذا غير صحيح، لأنه دائما تكون هناك نوع من العلاقة التشاركية.
احنا في النقابة بالخصوص محتاجين لهذا الآراء ديال المجتمع كل المواقع المسؤولية باش نفكوا واحد الإشكالية معقدة، لأن الآن واحد الصعوبة في التعامل مع هذا الموضوع. أولا من حيث المطلق خصنا نميزوا ما بين أول بالنسبة للإخوان اختاروا دقة متناهية تيتذكروا الأخبار الزائفة في الإعلام به، يعني كنتذكروا الأخبار الزائفة في الإعلام بمعنى أنه المنتج الخبر من حيث المبدأ هو صحفي، لأنه ما ندخلوش المسائل المرتبطة بالتعبير وحريته التي لن يعني نتزعزع قيد الأمور في الدفاع عن توسيعها، ولكن من كيتحولوا الناس اللي ما عندهمش الصفة في إنتاج الأخبار إلى منتجين الأخبار كنوليو في واحد الوضع اللي هو شوية ملتبس. طبيعة الحال الأخبار الزائفة راه ماشي جديدة، راه قديمة، يمكن نرجعوا حنا غير القرآن ديالنا. الآية السادسة في سورة الحجرات راه واضحة، إذا أتت فاسق بنبئ فتتبين، تبينوا فيها كل شيء اللي كنهضروا عليه. وعسى أن تصيبوا قوما بجهالة، وهذه أن تصيبوا قوما بجهالة هي الملخص الدقيق جدا للكلفة التي يمكن أن تحدثها الأخبار الزائفة. إلى خدينا القرن 19 كنتوا كنسمعوا بجرائد الصفراء. نهاية القرن 19 كانت ظهرت واحد الموجة ديال ما يسمى بالجرائد الصفراء، والجرائد الصفراء هي اللي كتدير أخبار كتضخمها وكتبلحها باش كتولي مثيرة، الهدف منها هو الإثارة، ولكنها تنطلق من قواعد مهنية ولكنها تتحايل عليها. مؤخرا في المحطة الثالثة التي اختار لكم يعني في نهاية انتخابات ديال الرئيس السابق دونالد ترامب بات بقوة، لأنه عودة الحديث عن الأخبار الزائفة لأنها تساوقت مع انفجار التواصل العالم عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولات الظاهرة ما مدركهاش. هذا التاريخ كتلاحظوا بأنه راه قديم، ولكن الأخبار الزائفة كتنتشر بخصوص في لحظات الأزمات. لحظات الأزمات كتظهر بكثافة، علاش؟ لأن لحظات الأزمات كيكون البشر والإنسان طاغية عليه العاطفة أكثر من العقل، والأخبار الزائفة تنتعش في العاطفة، كتنتعش في العقل. لأن كون تكون الإنسان كونسونطري مزيان ويقرا خبر غيفهمو بأنه راه خبر، ولكن لأن العاطفة كتكون هي الطاغية وكيكون العقل معطل كتولي الأخبار الزائفة كتلقى المجال للإنتشار ديالها. بطبيعة الحال مين تنذكرو على هادشي كنذكرو على المسؤوليات. أنا غنبقى مقتصر في المجال المرتبط بالمهنة باش مندخلش شي حوايج أخرى، باش لأن 10 دقائق مكافيين. بغينا نذكروا على محاربة الأخبار الزائفة في المهنة، راه القواعد المهنية اللي مشى قرا الصحافة تيقرا دوك الأدوات ديال بناء الخبر وكيفاش خصو يطلق الخبر ويضيف عليها أخلاقيات البناء، سيكون في ملأ بشكل مطلق على أنه ينتج أخبار زائفة. لكن للأسف حتى المهنيين بعض اللحظات كيدخلوا وكيطيحوا في الأخبار الزائفة، ولكن كاينة درجات. يمكن الان كنذكروا على الخبر الزائف الهدف منه يكون دائما الي سيبلي، يعني اما الفرد كيسيبلي الفرد ولا كيسيبلي المؤسسه او كيسيبلي المصالح المرتبطه بدوله معينه. كما لاحظتم مؤخرا هذا الصحافه الفرنسيه بتقاليدها العريقه بدات كتكذب علينا في هذه اللحظات ديال الزلزال اللي وقع في المغرب، وكنذكر اللي حنا يعني كمهنيين تنقولوها منين غنتعلموا، الا كانت التقاليد المهنيه كاينه عند الناس كيفاش غنقولوا حنايا في المدن اللي بالمناسبه. فإذا هذه الأخبار الزائفة كتستهدف وكيكون عندها مصلحة في غالب الأحيان، إلا ما كانتش مصلحة ديال البوز اللي كنهضروا عليه الآن والانتشار هذا، الآن ولات المصلحة المادية، لأنه ولينا كنذكروا على مردود مادي عن طريق الأخبار الزائفة، وهذا هو اللي كيعطيها كتولي أغريسيف، لأن كيولي الجانب المادي كيعمي على جميع تلاحظوا على السوشيال ميديا كتلقاو ناس يمكن يبيعوا أي شيء من أجل أنهم الأخبار يمكن يبيعوا أي شيء من أجل أنهم هذاك الانتشار. فاذا منين كتستهدف من الفرد وكتستهدف المجتمع كتولي خطوره حقيقيه، وتستهدف عنصرا اساسيا يمكن الى انعدام في اي بلاد من البلاد انتهى السيكريت، وهو الامن الاجتماعي. منين كيولي الامن الاعلامي تاثر
تأثر على الأمن الاجتماعي، معنى أننا ولينا في الفوضى. ولهذا الأخبار الزائفة هي اللي انتبهت لها أنية المبنية وحددت الخطورة ديالها. طبعا الحال كيفاش نحاربوا هادشي؟ عندنا واحد الورش اللي نديروه في المغرب دابا باش نديروا قوانين ما تخليش الناس تجي لهاد الحرفة وهي ما ضبطاش القواعد ديالها. بغينا صحفيين مكونين تكوين جيد، وبغينا مقاولات إعلامية اللي هي تعتبر الصفات اللي كيدوز الخبر، لأن حتى الصحفي ملي تيجي بواحد الخبر راه من المفروض في أي مقاولة إعلامية خصو يكون رئيس القسم، خصو يكون سكرتير التحرير، خصو يكون رئيس التحرير، وخصو يكونوا دوك المصححين اللغويين، بمعنى واحد الشبكة اللي كيدوز منها الخبر باش كيخرج موثوق به وما فيهش كثير. فإذا خصنا الصحفي يولي عنده واحد الوضع اللي ما يخليش ينجرف نحو هذا البحث على الاخبار الزائفه، خصو يكون عنده تكوين وتكون عنده مناعه، وكذلك يكون كيعيش واحد الوضعيه مهنيه اللي ما كتخليش ينصح وراء اشخاص او هيئات او مؤسسات التي يمكن ان تبيع له معلومه مغلوطه ويمكن لها تغيرها. فاذا باش يمكننا الخروج من هذا المجال هو هذا النقطه الثانيه، هو اننا نعتمد على المصادر الموثوقه. في المصادر الموثوقه كاين مشكل كنامنوا به وكندافعوا به، وهو انه خص هذوك المعلومات اللي كاينين عند المؤسسات الدوله خصها تبقى تفرج عليهم بشكل يعني يكون شويه ماشي بهذ الاستثناءات اللي دارت مؤخرا. فاذا كانت في السويد الاداره الا ما عطاتش الخبر تعتبر مذنبه، فاحنا هنا ما غاديش نبقاو متبعين حنا واحد الموظف واش عطينا المعلومه ولا ما عطيناهاش. خص هذه البطاقه الاستثناءات اللي دار في القانون الاخير ديال حق الوصول للمعلومه خصها تعايد، وخصها تولي واحد النوع من الثراء بالنسبه للناس الباحثين عن المعلومه يكون عندهم هذه الامكانيه للاطلاع عليها بصوره كامله. النقطه الثالثه والتي لا محيد عنها هي التربيه عن الاعلام، وهذا الشيء اللي كيتفقوا عليه كاع، لان هذه المشكله الحمد لله هذه المشكله اللي كناقشوها دابا من قبل كنا كناقشوا قضايا كان الغرب حلها بقرن فلسفيا وانثروبولوجيا. دابا عندنا مشاكل كما كتناقش فرنسا كتناقش في امريكا كتناقش احنا على قدم المساواة. الحالة الوحيدة اللي يمكننا نقدروا نحدوا منها، راه ماشي نحاربوها بشكل ديالها، ولكن نحدوا منها هو التربية عن الإعلام. والتربية عن الإعلام كيساهم فيها كلشي من المدرسة الناشئة إلى باقي المؤسسات الأخرى التي يجب أن تدخل في هذه الورش ديال التربية عن الإعلام. وهذا تأكدوا واحد الدراسة دارها المجلس الاقتصادي والاجتماعي مؤخرا، دارها حول هذا الشيء ديال الأخبار الزائفة، وصلوا فرصات تقول بأن مظاهر الهشاشة في المغرب كتبان بهذه العناصر، أنه الحاجة الأولى أن مصادر المعلومات ما متاحاش، والقانون ديال حق الوصول للمعلومة تقيدات اللي دارت خصها ما تبقاش توسع. النقطة الثانية محدودية الموارد البشرية بالنسبة للمقاولات الإعلامية العمومية والخاصة، لأنه باش نعرفوا إذا لاحظتوا لاماب دارت واحد فهاد الزلزال دارت واحد العمل بدات واحد العمل زوين ودار واحد حل واحد المشكل كبير. فيما كيبان شي خبر زائف كيتم التكذيب ديالو مباشرة. النقابة الوطنية للصحافة الخليجية دارت واحد المرصد عن طريق اليقظة وتابعته، فيما كيبان شي خبر كتبغي تقول للمجتمع على الأقل في لحظات الأزمات، في لحظات الأزمات اللي كتكون خطيرة. فإذا كاين محدودية الموارد البشرية في القطاع وسائل الاتصال العمومي والخاص كذلك، ونقص واضح في المنصات اللي كتكلم عليها اللي كتكون النقابة. حنا في المغرب ما عندناش، والمفروض خصها الدولة وتوفر الامكانيات، لان الكلفه ديال المحاربه او الحد من الاخبار الزائفه قدها قد الكلفه باش كنديرو التنميه. الاعلام في العالم كامل هو قطب الراحه في التنميه الاقتصاديه والتنميه الديمقراطيه، واذا ما كانش الاعلام في صحه جيده كلهم يقريب من باقي المجهودات كلها كيف ما كانت ستتضرر. واترك لباقي الزملاء انهم يقابلوا الموضوع من زوايا. شكرا للاستاذ كبير خشيشن رئيس النقابه الوطنيه، رئيس المجلس الوطني للنقابه الوطنيه للصحافه المغربيه، والذي قدم مداخله غنيه واحاطه كرونولوجيه بتاريخ الاخبار الزائفه وكلفتها الثمينه، وان محاربه هذه الاخبار الزائفه لن يتم الا عبر ضبط ادوات بناء الخبر واحترام اخلاقيات المهنه والتقاليد المهنيه واعتماد المصادر الموثوق بها دائما، والتربيه على الاعلام بدءا من المدرسه الى باقي مؤسسات التنشئه الاجتماعيه، لان الاعلام كما قال هو قطب الراحه في جميع اشكال التنميه بنوعيها اقتصاديه.
الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وما الى ذلك. اذا الان اعطي الكلمه للاستاذ الدكتور محمد خضراوي الامين العام للمحكمه العربيه للتحكيم بالرياض ورئيس بالمجلس الاعلى للسلطه القضائيه سابقا فلي تقدم مشكورا. الحمد لله الذي أودع الكائنات من الإبداع والأوراق، فنسأله أن يديم الصلاة والتسليم على الآن بالبدء في كل الأمرين بسم الله الرحمن الرحيم. أكيد أنا سعيد جدا بتواجد مع الطلبة والنخبة من الأساتذة. كما قال أحمد مطر، ما أصعب الكلام وراء الأستاذ الكبير، لأنه في كلمته تناول العديد من النقاط وعفاني منها، وسأذكر بعض الدقائق هذه العشرة اللي خصصت لي. حقيقة غادي نأكد ونمشي بطبيعة الحال بأستاذ الصديق والأخ أولا على الموضوع على الاجتماع وعلى الشكل ديالو وعلى العنوان، لأنه وهذه صفة شخصية لسنتين ما شاركتش في لقاء ولا في نزول، لأنه وقع لي تشبع كل صفة أنا قلتها للدكتور، ولكن الموضوع والأسماء من الإخوان تلقاهم من جوال بالنسبه راح البداوي الدولي. اذا بالنسبه لنا كانت يعني درجه من الملعب ديال يعني اقتسام بعض الافكار وبعض التجارب. الموضوع حقيقه فيه اذا بغينا ناخذوه في واحد الشكل الفردي ديالو والابعاد الفرديه ديالو ممكن نوصلوا حتى الى ما يسمى القتل الشخصي، يعني الاخبار الزائفه ممكن توصل الى هذا الانسان وتوابعه. اذا تيبان هو في حد ذاته يعني سواء تيدير كلمه وتيقول راه عادي ولا صوره وتقول عادي، ولكن هذه الكلمه او تلك الصوره قد تدمر انسان ومسار وعائله الى اخره، او ما يسمى حتى بالقتل الشخصي او القتل المعنوي في بعض التشريعات. ولكن حنا دابا غنحاول ندويو عليه في السياقات اللي حنا عشناها نقول في هذا العام الاخر. دوزنا كورونا، دوزنا زلزال، وكاين مناقشه ديال مدونه الاسره مثلا اللي هو مشروع مجتمعي. هذو ثلاث محطات اللي هي اذا رجعنا للكتاب تاع البير كامي ديال لابيست ياك دوا على لسان الدكتور بطل الراوي الرئيسي هو الدكتور ريو، دوا انه في الاوضاع الصعبه خاصه هذه الاستثنائيه وصعبه ايضا. وحنا ملي غنبغيو ندبروا يعني التواصل خلال فتره الازمه، أزمة عندها مراحل في التدبير ديال التواصل المؤسساتي من غير نقولوا لا الرسمي ولا هذا. إذا تكون أزمة ما تكونش كلها في نفس المرحلة، عندنا أولا المرحلة تكون طريقة الأزمة، وكل مرحلة من هذو خصها استراتيجية تاع تواصل مختلفة. إذا تطلق الأزمة كيفاش خصنا نتعاملوا معها في إطار التواصل، مرحلة الدروة ديال هذيك الأزمة كيفاش خص يكون التواصل، مرحلة التأقلم من بعد، مرحلة نهاية الأزمة، ومرحلة استعادة النشاط الطبيعي. إذا في كل مرحلة من هذه المراحل تكون شي أزمة معينة خصها تدبير تواصلي معين، ولكن بروسو موضوع في هذه المراحل كلها خاص دائما نبقاو محافظين على شرح التصرفات، الحفاظ على الثقة، تقييم الخطورة، تحديد أولويات التعامل، استباق إلى تقديم المعلومة، ماشي غير طلب المعلومة، خاص استباق إلى تقديم المعلومة، ثم الإبقاء على الشفافية. إذا الفكرة اللي بغيت أنه إذا تكون شي أزمة باش ما نطيحوش في خسارة الإعلام والأزمة، ماشي أزمة الإعلام، خاصنا التواصل يكون عبر مراحل، وكل مرحلة خاصها استراتيجية ديالها ديال التواصل باش نقدروا نواجهوا بعض المصطلحات اللي ولات، القلق الإعلامي، الأمن الإعلامي، ظهر كاع في أيام كورونا اللي سمات منظمة الصحة يعني وباء المعلومات اللي هو انفوديميك، بان مصطلح انفوديميك اللي تقاس بانه 78 مليار دولار اللي كانت هي الكلفه ديال الاخبار اللي زائفه او غير صحيحه او مغلوطه او من غير الاثار ديال الصحيه والهلع والتوتر الى اخره. حنا دابا غنكون بعدا الاقتصادي المادي سوى 78 مليار دولار في هذيك المرحله ديال الازمه ديال الكورونا. اذا كان عندنا مثلا تكون قدام واحد الازمه معينه او موضوع مجتمعي معين كيفاش خصنا نتواصلوا، عندنا كما قلنا مراحل وكل مرحله خصنا نعرفوا كيفاش يكون التواصل ديالها. ولكن كاين ابجديات خاصها الاستماع للجمهور والاجابه على المخاوف ديالو. سي نورمال الانسان يكون عنده مخاوف، عنده تساؤلات، خصو يلقى اجابات. لما لقاش اجابات صحيحه رسميه راه غادي يلجا
وغادي ياخذ المعلومه ديالو ولا الامن ديالو ولا الاستقرار ديالو من اي منصه او اي وسيله من وسائل التواصل. وبالتالي هنا خاص ضروري الاستماع والاجابه. الاخ بعين الاعتبار اختلاف الاراء ومستويات الفهم، خلي يعني الناس كلهم بحال بحال، والتصدي الفوري والمدروس على الاتهامات والاخبار غير صحيحه. مثلا حنا ملي غنجيو مثلا في الفتره ديال الكورونا اللي كانت ازمه وكان فيها الاخبار ضعيفه كثيرة وكنا الكلفه كانت شنو هما التدابير اللي داروا؟ مثلا لقينا بانه لا جوجل لا تويتر جميع المنصات الكبيره اللي كانت تعال مايكروسوفت لينكدين يوتيوب كذا داروا ان سيستيم ديال مواجهه هاد المعلومات الخاطئه. يعني كما قلنا وقع وباء اعلامي او معلومياتي في هذه الفتره. دابا مدونه الاسره باقي الناس كاع ما جلسوا باقي ما جلسوش بدا التعديلات وبدا النقاش. حنا مع النقاش بالعكس، هو النقاش النقاش هو الاساس هو الاساس. والاختلاف بغيناه ولكن ما بغيناش التمييز اولا بغينا هنا فاش نقول المسؤوليه بين المسؤوليه وكذا بصفه عامه ماشي غير ديال المؤسسات ديال الناس حتى هما خاص تكون نقاش مسؤول ونقاش مجتمعي مبني على يعني على اسس من طرف الناس اللي متخصصين والناس اللي فاعلين الى اخره. فبالتالي يعني مثل هذه نقدروا نقولوا ازمات هنا في تيبان انه خاص تدبير عمليه التواصل باش او مينيميز هذا المجال ديال الاخطاء الزائفه. اكيد ما غاديش نذكركم يعني بترسانه القانون اللي كاين في المغرب لمواجهات الاخبار الزائفه، قانون 1773 ديال متعلق بالخلاف السياسي ضمن المعلوميات، قانون محاربه الاشاعه اللي دار في 2018 اللي كان هذا، اتفاقيه تاع بيضافيس اللي مصادف عليها المغرب تو 2018، قانون الصحافه والنشر الى اخره. هادو كلهم ترسانه قانونيه قطعيه. هنا فيها عقوبات الى اخره، تاع كورونا كان داك المصطلح تاع الطوارئ كانوا فيه النصوص اللي خلات النيابه العامه تتحرك وتعاقبوا الناس وكاين اللي عجبو الحال كاين اللي ما عجبوش الحال الى اخره. تيبقى هذاك التقدير غير حنا دائما تندعو على التدبير فتره الازمه وما نساوش انه الاثار الوخيمه ديال هذاك الشيء اللي ما كتبانش بصفه شخصيه ولكن راها عندها ابعاد مختلفه توصل حتى للامن العام توصل حتى للامور اللي هي صعيبه في هذا السؤال. واش يمكن فعلا قطع الاخبار الزائفه؟ يستحيل كانت وكاينه وغتبقى. غير دابا حنا تندويو على هل يمكن الحد منها؟ اي مقاربه، المقاربه الردعيه اللي هي النصوص اللي القضاء يدخل والنيابه العامه تدخل وتعاقب الناس هذا ضروري، ولكن هو كافي؟ اكيد انه غير كافي لاسباب مختلفه. علاش اسباب مختلفه؟ اولا كاين خصنا نقر ان كاين واحد العقليه استهلاكيه بنسبه كبيره جدا ديال المستخدمين يعني الحسابات الرقميه. فماساتشوستس هذاك المركز تاع ماساتشوستس ديال التكنولوجيا قال بانه الاخبار الكاذبه تتضاعف 6 مرات السرعه ديالها من الخبر العادي. اذا 6 مرات تنتشر. حنا عزلنا الاخبار الناس اللي يمكن كاين لي سبريد ديال كونسوماسيون ديال الاستهلاك فهمتي. اذا كاين هاد العامل ديال العقليه الاستهلاكيه. كاين غياب التفكير النقدي عموما تيجي الخبر ما كاينش كاع اللي تيحاول كاع تي اسباب تربويه كان اسباب اكاديميه في الكليه في المدرسه نتعلموا هاد الشيء انا كنتناقض نتناقش الى اخره. هي هذه كلها هاد خاص التفكير النقدي تيليميتي من الاثار ديال الاخبار الزائفه ماشي تيمنع الاخبار تيولي عن فيلتر. اذا خصنا باش نبنيو واحد المناعه اعلاميه ولا المناعه يعني مجتمعيه ضد هذا الوباء المعلوماتي او هذا الانفوديميك. اذا ولا ماشي غير المقترحات اللي واخذوا من جهات مختلفه بناء على تصورات ديال المهنيين وكذا. اذا بنيه تعليميه متعدده التخصصات من اجل تعزيز المعرفه، لان كل ما اقتسمنا المعرفه لانه حنا دائما تدور في اطار جمعيه حقوقيه وهذا دائما انا جيت لابس الجبه شويه ديال قصرتوني شويه انا جيت مع المجتمع راه ما بدأتش كرامه. بالتالي انا دابا خويا خصنا نقتسموا المعرفه باش دير هذه المناعه. وهذه المناعه لما تزيد راه خص ضروري الناس تولي عندها الفكر النقدي ويكون عندها هذا، والا راه غادي تولي المناعه ديالها ضعيفه واللي جاها غادي مرضى.
تفعيل وتمكين من الوصول للمعلومه، ماشي غير التمكين من الوصول. هنا في كاين نقاش وكاين مركز داب كبير انه المجلس يعني البيئه الاقتصاديه والاجتماعيه الى اخره دار واحد الوثيقه مهمه جدا، عرف فيها بعض النواقص واكد على بعض المعطيات. اكيد كاين ايجابيات على، ولكن شنو هما الامور اللي خاصه من بينها؟ ماشي الوصول للمعلومه او التمكين، يعني خاص مبادرات على المؤسسات الى طبق القانون توصل المعلومه بدون طلب، حتى بدون طلب. هذا هو اللي خاصو يدار، انه لما تولي قرار نهائي ظرف 24 ساعه الاداره ملزمه باش تحط هذاك المعلومه، راه هنا اشاره للجميع اللي بغاو واللي ما بغاش. المهم هي الخطوطه راه الاشاره. كاين سيدي يعني التركيز على التكوين في مجال الاخلاقيات، راه ما غاديش نقول بزاف في هذا المجال، مجال الاعلام. وهنا غنشيرو غير مثلا الشيء اللي تدير ليميت فتره كورونا، الشبكه ديال الصحفيين الدوليين نزلات الصحفيين ما بقاوش يديروا التحليلات، يحط الخبر بلا تحليل، يحط الصوره بلا ما يعطي من عنده هو، بلا فهمت بلا فهمت سون كومونتير سون كومونتير، عطي الخبر عطي الخبر فهمتي، الصوره كما هي بدون تحليل. التيمات الشبكيه عندها وضع العناوين، واحد 90% ما تقدرش تشوف العنوان، عجيب فضيحه كذا فلان، ما تقدرش انت تلقى داخل شنو الاسم. اذا العنوان غير العنوان ماشي غير الخبر، اذا بالضبط العناوين، تحري الدقه والاستناد على اراء المتخصصين، عدم نشر البيانات هادو. اذا ضروره من بين المقترحات تفعيل حق الحصول على المعلومه، احداث كلمه جزر كبير، احداث بوابه رقميه عموميه للتحقق بالمعلومات تسمى فاكت تشيكينج، والدعم المالي للمواقع تاع التحقق من المعلومات. كما قلتوا الشركات ديال الاذاعه الوطنيه ثلاثه زائد لاما داروا خدمه، خدموا شويه في الفتره هذه ما بغيتش نكروها، ولكن حنا تدعو على مقاربه عامه. اما الحالات الفرديه خاص دعم حتى هاد المواقع تاع التحقق من المعلومات، وانشاء نظام رصد تبادل المعلومات حتى ما بين المهنيين الاعلاميين. الاطار القانوني كما قلت لكم موجود في المغرب، داكشي الانتقادات اللي كانت من قبل تاع انه كان فراغ ما بقاش، ملي في 2018 يعني تم خرج القانون حرب الاشاعه، كاين التسارع القانوني كاين الاطار القانوني، ولكن كما قلنا المقاربه الردعيه الوحده لا تكفي، خاص مقاربه شموليه. غنختم وانا جاي، كاين واحد عبد الرحمن الشرقاوي عنده واحد اديب مصري معروف، عنده واحد المسرحيه ودار فيها حوار حول معنى الكلمه، هو تيقول في واحد السياق ولكن جاتني انا جاتني هذا الشيء، معنى الكلمه معنى الصوره، قال لها تعرفوا معنى الكلمه؟ راه معروفه، قال لي مفتاح الجنه في كلمه، دخول النار على كلمه، وقضاء الله هو كلمه، الكلمه نور، وبعض الكلمات قبور، وبعض الكلمات قلاع شامخه يعتصم بها النبل البشري، الكلمه فرقان بين نبي وبغي، بالكلمه تنكشف الغمه، الكلمه نور ودليل تتبعه الامه. قصيده طويله، الكلمه راها صعيبه، كما قلنا القتل المعنوي ممكن يكون كلمه، وفي نقاشات مجتمعيه كبرى بحال مدونه الاسره وكذا راه الكلمه راه تبرز للناس راه يوميا فنختموا الا بالكلمه تاع صاحب جلاله بانه الجديه تكون الجديه هي الكلمه المفتاح بالنسبه لكل الفاعلين في هذا المجال. تشكرك عبد الثاني واعتقد انه هو واجب سير مستشار كانت في حدود دقائق شرف لنا. شكرا للاستاذ محمد الخضراوي المستشار والامين العام للمحكمه العربيه للتحكيم بالرياض ورئيس المجلس الاعلى للسلطه القضائيه. سابقا قدمت استاذي مداخله دقيقه حول مساله القتل المعنوي ومراحل تدبير الازمات وضروره تدبيرها عن طريق التواصل الجاد والمسؤول الذي لن يكون الا عبر مراحل لمواجهه كل المخاوف التي وجب ان يقدم لها اجابات والتصدي لهذه الاخبار الزائفه. استحضر كذلك الاستاذ ضروره بناء النقاش المجتمعي على اسس المتينه، ثم استحضر كذلك مساله اتفاقيات والترسانه القانونيه والمقاربه الردعيه التي اعتبر انها ليست كافيه وانه ضروري لنا من بناء مناعه حقيقيه ضد الاخبار الزائفه عن طريق التعلم والمعرفه والفكر النقدي والوصول الى المعلومه حتى بدون ان نطلبها. شكرا مجددا للاستاذ الخضراوي، اعطي الكلمه
محمد شماعو وهو عضو نقابة المحامين بالرباط وعضو بجمعية عدالة عفوا فليتقدم مشكورا. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى الأمين. حقيقة هذا الموضوع مقاربة إن شئنا تسميته بالجريمة، يعني الحديث كان على أن كل جرائم تقع في العالم المادي، وكما قيل على أنه مع اختراع القطار أصبحنا أمام حوادث القطار، مع اختراع الطائرة أصبحنا أمام حوادث الطائرة. كل جرائم الآن التي تقع في العالم المادي شق كبير منها يقع في العالم الافتراضي. سأركز على مجال الإعلام المهني في علاقة دائما بالإنترنت وفي فضاء النشر. لماذا؟ لأننا نتحدث عن من يناهز 95% في المجال الحقيقي للنشر، وهو أشد خطورة. أشد خطورة هذا ما خدامش غير محدود. أشد خطورة لماذا؟ لأننا إلى حدود اليوم نحن أمام ما يزيد أو يقارب 5 ملايير منخرط في الإنترنت. في الكرة الأرضية 8 ملايير ساكنة، 5 ملايير تتوفر على الإنترنت. ما يكتب عن الفرد في إطار القتل المعنوي يمكن أن تحصل ترجمته باللغة الصينية واليابانية والهندية إلى غير ذلك. والأنكى من ذلك هو أن تلك البيانات تخزن في الخوادم ولدى مقدمي الخدمات وتظل حية على مدار التاريخ. في السابق كنا نتحدث عن إعدام صحف، الإعدام الورقي، الآن نتحدث عن جريمة تواكب الشخص والأجيال التي هي من سلالته. وتقول شماعو مجرم، شماعو مجرم إلى أبد آبدين. بالتالي نتحدث عن خطورة تصورها ربما يفوق باقي الجرائم الأخرى. ونتحدث من جهة أخرى على أن المجلس الدولي لحقوق الإنسان في دورته 38 قال على أن الحقوق التي يتمتع بها الأفراد في المجتمع يجب أن يتمتعوا بها على الإنترنت بما في ذلك حرية الرأي والتعبير، ولكنها عبرت عن خطورة الجرائم. وسأتيكم يعني كان ترجمة من انعكاس لهذه المخاوف عن خطورة هذه الجرائم فيما يتعلق بالدعاية والتشهير والأخبار الزائفة. وأثير نقاش حاد حول مسألة هامة، حول مسؤولية مقدمي الخدمات ومحتضني الخدمات. يجب أن لا يضلوا خارج المنازعات، ويجب أن لا يضلوا خارج الاستجابة للطلبات القضائية. نحن مثلا نجد في قانون الصحافة مثلا المادة 37 يمكن لقاضي المستعجلات أن يأمر بحذف المادة الصحفية المسيئة بناء على هي الجرائم المنصوص عليها في 73 75 76. ولكن من يطلب من السيد فيسبوك؟ وسؤال اخر، الصحف الان الالكترونيه هل مجال نشرها هو الصفحات دات نتاك دبليو دبليو دبليو؟ لا، مجال نشرها هي شبكات التواصل الاجتماعي حيث تقع المشاركه المتعدده، وهناك اصبحت اختيارات عديده. بالتالي نتحدث عن نوع من الحالة هلامية لضبط هذه الممارسة. والأكيد على أن تدخل المشرع هو مجدي، ولكن عندما تتواجد الخوادم والنطاقة خارج الوطن فهل المشرع المغربي أن يتدخل؟ هناك الحديث عن اتفاقية بودابست. اتفاقية بودابست تتحدث عن جرائم إلكترونية، جرائم النظم والبيانات، وتتحدث عن إباحية تجار الأطفال، وتتحدث عن النصب، ولم تتحدث عن هذه الجرائم التي هي أكثر خطورة. إن كانت جرائم النص أو الاستيلاء على بيانات تبلغ ملايين الدولارات فإن كرامة الأشخاص أعتقد على أنها تفوق هذا المبلغ. حتى عندما اعتمد البروتوكول الإضافي الذي وقع عليه المغرب عبر السيد وزير العدل الآونة الأخيرة، البروتوكول الإضافي يتحدث عن جريمتين أضيفا هي التمييز والجرائم ضد المهاجرين. بمعنى وأن هذه الاتفاقية على الرغم من محدودية نطاق تطبيقها الجغرافي هي معاهدة صادرة عن مجلس أوروبا وليست معاهدة دولية،
بمعنى وان العالم تتصارع جهتان، جهه تميل الى النظاميه هي من وضعت مجلس اوروبا، وضعت الاتفاقيه وفتحت الباب لتطويرها لتحتوي جرائم اخرى، بمعنى ممكن للمغرب ان يطلب من فرنسا مستقبلا التحقق من جريمه معينه والبحث عن بيانات النطاق والبحث ولا ربما المساعده القضائيه، هذا باب تفسحه هذه الاتفاقيه. ولكن ان وقعت الجريمه او كان الناطق في كندا كما هو الحال، او كان الناطق في السويد، او كان الناطق في دول اخرى هي خارج نطاق تطبيق الاتفاقيه، قلت العالم تتنازع الان قوته، هو حريص على حريه الراي والتعبير وتخاف ان يكون موضوع الحجب الذي هو محتمل الايام المقبله بطبيعه الحال، لان للدول يجب ان تكون لها سياده، نحن مع حريه الراي والتعبير في حدودها السماء، ولكن يجب ان يكون هناك ضابط، يجب ان نرى الحدود، عندما نقول حريه الراي والتعبير حدودها السماء فاننا نرى السماء كحد، ولكن في الجرائم نشر الاخبار الزائفه والتشهير والاعتداء على سمعه الاشخاص لا ارى لذلك حدود، لأننا قد لا نعرف الجهة أو المكان الجغرافي الذي تم فيه نشر الخبر أو أين يتواجد الفاعل، هذا من جهة. من جهة أخرى فالأمر لا يعدو يعني لم يقتصر على كون نشر الأخبار الزائفة يتصرف فردي، الآن ولات عملة، وعملة مربحة للغاية، مربحة للغاية، عندما أميل إلى خلق قناة أو إلى خلق موقع أو حساب فيسبوكي و يعني تأتيني الأخبار ويصبح لدي مشاهدين فإنني القضاء على سمعة شماعه أمر سهل للغاية، 10,000 درهم شماعه، 20,000 درهم زهراج، يعني ولينا نتعامل أمام عصابة، والدليل على أنها عصابة ليست لها مرجعية إعلامية، ليسوا بصحفيين، لم تعرف أسماءهم لدى النقابة الوطنية للصحافة، لدى المؤسسات الصحفية، ليسوا خريجين الجرائد الورقية، لا علاقة لهم بالإعلام، والآن هم من يؤثرون هذه الحالة من الجهل. أعتقد على أن كما قلت تلك القوتان اللتان تتصارعان لأن عندهم خوف من مس حرية الرأي والتعبير، يجب أن نصل إلى حقيقة بهذا الشأن، وأن التهديد الحقيقي لحرية الرأي والتعبير هو هذا الوضع الحالي. لأننا ماذا نفعل؟ نقوم بمد نطاق تطبيق القانون الجنائي. تحدثنا أنا والأخ شيشن على أن ناظمنا حتى لا يكون القانون الجنائي أداة لمحاسبة الصحفيين، وأن تكون المحاسبة محاسبة بمقتضى قانون الصحافة وضمون الصحافة والنشر، عندما يلتجئ أو يتحايل الصحفي ويلجأ إلى صفحته الخاصة من أجل نشر أكاذيب فإنه يمس حرية الرأي والتعبير، وعندما يساءل القانون الجنائي فإن جهات أخرى توظف هذا الأمر أمام المنتظم الدولي، أمام جهات من أجل القول بأن هناك انتهاك لحرية الرأي والتعبير، وهذه ليست هي الحقيقة. أساليب، أولا يجب على المغرب يعني كدولة أن يسعى للوصول إلى اتفاقية دولية، ليست اتفاقية فقط لدى نطاق تطبيق الجغرافي كبودابست، ولكن اتفاقية دولية. عندما نقول اتفاقية دولية تقف الشركات الكبرى المقدمة للخوادم أمام مسؤولياتها. من يقول على أن الشركات الكبرى تؤمن بالحرية؟ وكذبوه، وكتب دابا أنت شي حاجة على إسرائيل يحمحيوك في البلاصة، قول غير الصهيونية يحيو غير يسكتوك، قول أنت الإباحية وسب هذا يخليك، تحدث على شي حاجة ذات يعني كتمس مصالحهم إلى غيوك، بمعنى أن الرقابة موجودة موجودة على استعمال الكلمة، موجودة على استعمال العالم الصهيوني، موجودة على دعم المقاومة، موجودة، إذا هناك رقابة، إذا هذه الرقابة يجب أن تكون للدول القدرة على مخاطبة ثانية الناس، حتى مسؤولين، ولا قصدي مقر اجتماعي يسأل، لماذا لا يسأل فيسبوك، تويتر على المستوى المحلي، حنا راه تكون عندنا الآن شوف، التهديد هو تهديد مستمر، تهديد مستمر. وهناك قوى تتربص بسيادة الوطن، كما أن هناك قوى تتربص بحرية الرأي والتعبير، وتميل إلى وضع المغرب في خانة الدول التي لا تراعي حرية الرأي والتعبير. مجال الحديث عن حرية عن الجرائم المقترفة على مستوى الفضاء الإعلامي هي أن المواطن عندما
يصل إلى حقيقة أنه يمكن أن تفتري عبر الإعلام وقد يقرأ التكذيب، يجد على أن من الأمر سهل، لأن أي مواطن مغربي أصبح صحفي، له هاتف ويمكن أن ينشر ما يشاء ويبارطاجي ما يشاء. مسألة اللي تحدث عليها تدخشيش، مسألة التكوين، مسألة الثقافة من حيث التربية والتعليم. الآن كنا نتحدث عن المجتمع كمجموعة قيم مادية خارج، الآن يجب أن يكون هناك تكوين قبلي مؤسساتي من التعليم من الابتدائي حول هذا الجهاز وحول تنظيفات هذا الجهاز. أنا كان مشروعي ربما تبنيته بصفتي شخصية حول تبسيط المعلومة القانونية داخل المؤسسة التعليمية الجنائية، أن التلاميذ على مستوى البكالوريا ما كتقول له شنو بغيتي تكون، كيقول لك المحامي، كتقول له جرائم واش كتصارع البنات، يقول لك تنصارع عليهم واش كتعرف أن هذه جريمة، ها عطوا إذا أنت غتسجل في السجل الأهلي، تحرش عارف شنو، خطورة تدخين المخدرات، يعني حتى المعلومة القانونية هي غائبة عن هذه الأمة ونسائلها بلا يعذر أحد بجهله. وعندما تحدثت عن التربية على الإعلام هامة ومحورية، لأن هذه الأداة أصبحت في كل بيت ويمكن للفرد أن يعبر عن انفعالاته السريعة بسطر واحد، ويمكن أن يكون ذاك السطر هو سبب إدامه، ويمكن أن يكون ذاك السطر هو إشادة بالإرهاب، ويمكن أن يكون ذاك السطر هو تدمير حياة شخص، يمكن نشر صورة مركبة لفتاة سبب في انتحارها في تلك الليلة. في تلك الليلة بعد صورة مركبة لفتاة عريانة الأب ديالها ستنتحر الفتاة وسيسكت الأب عن سبب الانتحار، كأن الجريمة هي مادية ونقص وعي حتى الأب حول خطورة الأمر. أخطر من ذلك، احنا ملي كنشوفوا الوعي دابا عبرت يوتيوب، عبرت عن هذا الأمر، يوتيوب انتحر الفتاة من خلال فيديو نشر عنها، فألغت يوتيوب خاصية تلك الخاصية ديال ديزلايك، الغاتة وليتي كتقري لايك ولا كتسمع راسك ديزلايك. شو الخطورة اللي ولا كيشكلها الرمز؟ الخطورة الأكثر أن ولات وسائل التواصلية هي غير الخط وغير الكتابة وغير الصوت، والتي يمكن أن تعبر بما لا يقال، هي الإيموجي، ولنفع في عالم آخر في الرموز توظيفاتها كذلك عندها دلالات تخضع للمسألة القانونية. لماذا تخضع للمسألة القانونية؟ ما دام المحاكم المغربية قد عاقبت على الإعجاب بلايك فقد تعارض على الإعجاب بغضب أو ابتسامة أو استهزاء إلى غير ذلك. فخطورة هذا الموضوع هي مركبة بين مجهود تشريعي يجب أن يبذل على الصعيد الدولي وبين تكوين وتفعيل تكوين والتعليم الخاص باستعمال هذه النظم الإعلامية، وموضوع هام للغاية، وأن دور الإعلام كإعلام هي عندما تحدثنا عن الميثاق الأخلاقي، الميثاق الأخلاقي لا يجب أن ينظر إليه على أنه ميثاق تمسكه مؤسسة وطنية لرعاية قطاع الصحافة، هو ميثاق ملزم إعلاميا لكل صحفي، بمعنى ويجب على المؤسسات أن تتدخل عندما يخالف ذلك الصحفي، أن تتدخل وأن تقوم بإعلان نتائج، ربما ماشي فقط إعلان نتائج، إشهار نتائج والتبرع صريح من بعض الأسماء، لأنه إن لم يقع هذا فإن أي واحد كيف يقتيم اللي صحفي، ولينا كنلقاو هذا كيخدم هذا الجهة، هذا كيخدم الجهة الأخرى، الآخر كتعطيه الجهة الأخرى غير 2000 درهم، الآخر ولينا الوضع يعني غير سليم، وهذا يسيء مهنة الصحافة، وإساءة مهنة الصحافة هي إساءة لحرية التعبير، وإساءة كما قال الأستاذ لمحرك عجلة التنمية ككل، لأنه منه كيجي الوعي المجتمعي، الوعي المجتمعي المستمر تيجي دائما عبر قناة إعلام التواصل، باش ما كان. يعني لما يعني بدنا مجهود تجويد هذه الوسائط والرقابه اخلاقيه عليها، فاعتقد على انه سنصل مستقبلا الى وضع لا يمكن ابدا قبوله، ويجب ان نحيي سؤال السياده الوطنيه في علاقتها مع الشركات الكبرى.
نحن لا نجرو حتى على مطالبات هذا. ترى دابا الاتحاد الاوروبي في فرنسا تخلص 700 مليون دولار، فيسبوك كتخلص، جوجل كتخلص، حنا واش خدام؟ اذا كنا عندنا خدام الله اعلم. حنا لاحظنا، عارفين حنا السطوة، عارفين على انه يومه يعني تحدثنا عن تطبيع تحولات كل اوراق يعني الوان صفحاتنا على الفيسبوك اللون الشيبي، وصباح العالم الاسرائيلي من اختياراتنا، يعني انتم تتحكمون وعارفين كل شيء. بمعنى خاص ضروري من يعني فانوش على الحديث عن السياده، ولكن تقويه الحديث على تسمح لي. شكرا جزيلا. شكرا اذا الاستاذ. ترى ما خدامش غير شكر جزيل للموصول للاستاذ محمد شماعه، عضو نقابه المحامين بالرباط وناشط حقوقي وعضو جمعيه عداله، الذي تحدث في سياق مداخلته عن مسؤوليه مقدمي الخدمات الذين لا يجب ان يضلوا كما سمعت خارج الاستجابه القضائيه. تحدث كذلك على ان حريه التعبير مطلوبه ومحموده، لكن يجب ان يكون لها ضوابط حقيقيه، وان التهديد الحقيقي لحريه التعبير والراي هو تهديد مستمر، وان هناك من يتربص بوطننا، وان التربيه الاعلام يجب ان تكون كذلك داخل كل مؤسسه تعليميه، وان دور الاعلام هو ودور محوري واساسي، وان الميثاق الاخلاقي يجب ان يكون ملزما لكل صحفي ولكل مؤسسه صحفيه، وضرورة تدخل كذلك المؤسسات المعنية في هذا السياق لمحاربة نشر أي خبر زائف، وأن أي إساءة كما سماها الصحافة هي إساءة لحرية التعبير وللوعي المجتمعي داخل الوطن. شكرا للأستاذ محمد شماعو على هذه المداخلة القيمة. أعطي الكلمة الآن للأستاذة نزهة الخبيزة، عضو نقابة المحامين بالرباط وناشطة حقوقية في التقدم، مشكورة. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد. صراحة المداخلات السابقة كانت مداخلات جد قيمة، وخدات مجموعة ديال النقاط اللي أنا كنت مجهزها للمداخلة، ولكن أنا لا يسعني إلا أن أتمم كل المداخلات لأنه فعلا كانت كلها في الصميم. دائما نرجع لها الظاهرة ديال الأخبار الزائفة، اللي هي طبعا من منا لم يعش ولم يعاني من الإشاعات والأخبار الكاذبة والأخبار الزائفة. ماشي هي شي حاجة اللي هي جديدة علينا، هي من القدم طبعا، سواء كتكون هذه الأخبار الزائفة وراء شي قرار سياسي، هيئة سياسية، أو كتكون تلاعبية من جهات خاصة، ولكن المستجد هو اللي كنشوفوا أن هاد الاخبار الزائفه المدى ديال السرعه والانتشار ديالها والسهوله ديال المشاركه ديالها في نطاق واسع في بواسطه منصات التواصل الاجتماعي. كيف ما كانت هاد المعلومه سواء كانت صحيحه او غير صحيحه، كنلقاوها دائما كتعطي واحد، وخصوصا في الازمات، يعني كتكون عندها واحد الهاله كبيره، واحد التتبع بشكل كبير. تطبيق هاد الخطوره ديال هاد التطبيقات اللي هما طبعا هاد الواتساب ولا الفيسبوك ولا الانستغرام، الخطوره ديال هي انها جميع شرائح المجتمع كتوفر عليها التطبيقات، وبالتالي كان متعلم او غير متعلم، يعني ولينا كنشوفوا هذاك الغير متعلم هو اللي يعني مدمن على هاد التطبيقات، وبالتالي حتى داك التفاعل والاشتراك ما كيتاكدوش حتى من هذيك المعلومه واش هي صحيحه. والمشكل اللي هو اكثر هو حتى داك الشخص المتعلم ما عمره ملي كيشوف واحد الخبر واش انه يتحرك
يعرفوا واش هو صحيح او لا ماشي صحيح. وهنا هي الخطوره الكبيره اللي كتشكل لنا. حنا راه عندنا امثله بحال اللي قال الدكتور، غير ملي جات الجائحه ديال كورونا، ملي جا الفيروس ديال كورونا باقي ما وصلش للمغرب، مازال في الصين، وحنايا كنسمعوا واحد الاخبار مهوله راه عباتنا قبل ما يدخل هذا الفيروس للمغرب. لما كانت اول حاله في مارس 2020 يعني مرضنا نفسيا جميعنا، ما كاينش شي واحد فينا اللي ما خلاتلوش تاثير نفسي، واحد العواقب خطيره من بعد هذا الكورونا بسبب هذه الاخبار الزائفه واللي فعلا عيشت الناس في واحد الجحيم هذا. انا واحد النقطه اللي قال الاستاذ خشيشه، التربيه على الاعلام، هذا نقطه جوهريه وحان الوقت، ولينا يعني الوقت فرضات حاليا على انه تكون التربيه على الاعلام. اي تنقولوا التربيه على الجنس كنقولوا التربيه على الاعلام، لان كلشي كينطلق باش يمكن لينا نسعى ونشوف واحد المستقبل. خص هاد من البدايه ديال الدراسه ديال كل طفل ولا طفله، انهم يكونوا من البدايه تكون عندهم هاد التربيه على الاعلام باش يعرفوا اشنا هي هاد المسؤوليه، لان ماشي اي واحد يقدر يكون صحفي، ماشي اي واحد يمكن له يكون عنده واحد القناه. واللي دابا مع الاسف هاد السنوات الاخيره ولينا كنشوفوا اصحاب القنوات واصحاب المواقع اكثر من هذوك الصحفيين، ولو ان يدير صحفي واحد القناه ما غايكونش عنده داك الكم الهائل ديال المتتبعين قد اللي عند هاد الصاحب او لا صاحبه القناه. مع الامكان مع احترامي للقنوات، كاين قنوات اللي هي جديه ولكن راه ما عندهاش واحد الاساس قانوني، يعني اي حاجه تتنطلق من شيء اللي هو باطل كترتكش راه ميمكنش الانسان. ومع ذلك كنشوفوا الواقع ان هذوك القنوات هما اللي طاغيين على العقليه. مؤخرا شفنا على انهم بعد واحد السبت والحد كلشي صبحات البنات لابسين عرايسات، يعني هاد الذكاء الاصطناعي اللي ولا راه خرق، راه هادشي اللي قال الاستاذ شو راه يعني حنا غنزيدوا في الخطوره اكثر. حتى كتلقى كل بنت راه هي مخرجينها عروسه، يعني شنو هي التاثير؟ واش انا عندي قابله على ان هاد السيد دا الصوره ديالي ودار لي عروسه؟ يعني راه ما كيعرفوش شنو هي الخطوره اللي كتوصل النفسيه ديال الانسان. وراه هو ماشي غير حاله وحده اللي وقعت انتحارات، راه كاينه حالات كثيره. غير دابا الان كاين التكتم، ولو ان الاب ولا الام كيعرفوا بنتهم راه هي انتحرت ولا شربت شي دواء حيت واحد الانسان صورها وطلقها في مواقع التواصل، مازال ما عندناش التقبل على اننا نناقشوا وننتقدوا نفسنا بنفسنا. حنا اشنو عطينا التربيه ديال ولادنا؟ دائما علاش حنا غنقولوا علاش بنتي توصلت لهذه المرحله؟ هذا هو لان حتى الوالدين حتى هما ولاو مدمنين على المواقع الاجتماعيه. كيفاش بغيتي ولدك عنده 40 ولا 50 لما يشوف الام ولا الاب من على التليفون، واش هو ما غيصبح شي مدمن؟ هذا يعني التربيه كنستقيوها من اذا حنا كنقولوا دائما التربيه ديال العائله، التربيه في المدرسه خص تكون من البدايه. وحتى حنا خصنا ننتقدوا نفسنا، لان حنا راه 100% كلنا حتى حنا كنشدوا التليفون ولا عندنا بحال شي مخدر، الا ما شفتش انا هذا التليفون بحال شي حاجه اللي هي ناقصاني. دونك هذه النقطه اللي بالفعل هزات في نفسنا. كاين هاد انا ركزت نقطه اخرى فيما يخص الجانب القانوني، السنه القانونيه بحال اللي قال الاستاذ راه هي كاينه، ولكن ماشي هو هذا القانون. حنا عارفين مثلا الصحفيين عندهم القانون ديال الصحافه والنشر، وكتلما كيكون واحد الخبر انه ولا تحكم كتحكم عليهم واحد الغرامه ماليه. راه الخطر في الامر هما هذوك الخواص، لان حتى فيما يخص قانون الصحافه راه هما مازال كيسعاو بحال اللي قال في المداخله ديال الاستخشيش انه تكون في المستشفى باش يكون قانون حتى بالنسبه للمهنيين. انا كنقول خصهم يهضروا حتى من غير المهنيين، لان هاد الناس هادو اللي هما طغاو ولاتهم اللي عندهم واحد الاشعاع قوي بدون اي قانون، هو اللي خص تفكر الطريقه وتبقى دائما الاستمراريه في المطالبه ديال تقليل هذا، لان هاد الخواص نهار اللي كيحصلوا راه كانوا بزاف ديال القضايا. الخطر هو انهم كيكونوا كيتزج بهم في السجن،
وانتم شفتوا شحال ديال اليوتيوبر اللي وقع لهم مشاكل ودخلوا للسجن، والناس ملي كتكون كتصاوب هذيك القناه ما كتعرفش شنو هي العواقب ديالها امام الحكم. حنا عشنا في المحاكم لان النيابه العامه يعني تبعت مجموعه ملفات كثيره ديال هذا، ولكن هذا ما حدش من 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 هذه الظاهره هذه ومن هذه الافه، بمعنى ان مازال خص تبذل واحد المجهودات كثيره باش انه يمكن لنا هذه الظاهره ما عمرها ما غتسالي. طبعا هذه مساله منطقيه، ولكن خص تبقى دائما الجهات، انا كنسميه جهات، باش يمكن هذا الشيء من في واحد وقع واحد النسبه وتكون اعاده التربيه ديال المجتمع المغربي، لانه فعلا راه ولينا في واحد انحلال كبير جدا. قبيله قال الاستاذ على فيما يخص ملي المدونه وهاد باقي الله، كان الخطاب ديال كانت الرساله ديال الخطاب راه كان في عيد العرش ديال 2022، الرساله ديال عائل بلاد للرئيس الحكومه. يعني حنا درنا كنحاولوا نديروا حملات تحسيسيه، حتى هذاك التصريحات اللي حنا كنصرحها بكل منطق وبناء على ما نعيشوه من قضايا ومن النزاعات اللي كنعيشوها، كنتفاجئوا باشخاص انهم تيميعوا حتى تيكرهوا حتى في هذاك اللقاء اللي انت درتي وعطيتي وحاولتي تبلغ واحد الرساله وتفهم للناس بطريقه بسيطه، وبالتالي حكموا على هذه المدونه. ولينا كنلقاو الشتم والسب، علاش واش تحرضوا على المراه واش بغيتوا تخرجوا لها على، يعني العقليه على ترجعوا دائما كنقولوا التربيه راه هي الاساس ديالها. وكان غادي نكتفي بهاد النقطه لان جميع النقط ترتوها وما عرفتش نكررها. كنتمنى من هاد اللقاء انهم يخرجوا بواحد التوصيات، صح اصحاب الاختصاص هما كاينين متواجدين، يعني تكون هذه غير كبدايه ويبقى هاد الورش مفتوح باش انه يمكن نوصلوا تكون فيه جميع الفعاليات باش نقدروا واحد النهار ونخرجوا بواحد نتيجه ايجابيه. وشكرا لكم. شكرا جزيلا الأستاذة نزهة التي تحدثت عن خطورة التطبيقات الرقمية التي يتواصل بها اليوم المتعلم وغير المتعلم على حد سواء، أثارت بدورها نقطة التربية على الإعلام وعلى أهميتها وضرورتها القصوى اليوم والتي يجب أن تكون منذ السنوات الأولى لتعلم الأطفال، وأن المقاربة القانونية والردعية ليست كافية ولن تحد بتاتا من ظاهرة الأخبار الزائفة وانتشارها. شكرا مجددا للأستاذة على مداخلتك القيمة. أعطي الكلمة الآن للأستاذة لبدى الجود، أستاذة جامعية متخصصة في التواصل بجامعة القاضي عياض، فتفضل مشكورة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قلت لك تخدم فرنسية ماشي مشكل. كاين مشكل عربي. عندك الترجمة مولاي. بالعبرية. العربية ولا الانجليزية؟ بالعبرية. بالعبرية. كمؤمن من مؤمن المجتمع المغربي في الدستور. العبرية العبرية ديالنا وإلينا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bonsoir à vous tous. J'aimerais remercier Monsieur Abdelfattah Zahrach, président de l'association Basma, pour son aimable invitation. Alors j'aimerais remercier Serpent Zahrach, président de l'association Besma, pour son aimable invitation. J'arrive pas à réfléchir à deux choses en même temps qu'un mouet. Alors j'aimerais remercier Abdelfattah Zahrach, président de l'association Besma, pour son aimable invitation. Et j'adresse mes plus sincères salutations à tous les expertes et tous les experts ici présents, chacun dans son domaine d'activité.
J'ai décidé de communiquer en langue française afin de souligner notre ouverture en tant qu'intellectuel marocain sur d'autres cultures et d'autres langues, sans complexe et sans aliénation aucune, défendant ainsi notre cause nationale marocaine ouvertement, franchement et sincèrement. L'importance de ce sujet réside dans le fait de sa gravité. C'est un sujet qui nous atteint tous à un degré ou à un autre. Que ce soit sur le plan personnel, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan familial, mais que ce soit aussi au niveau, sur un niveau, bien sur un plan qui est bien plus important, à savoir le plan national. Alors, nous sommes d'habitude tiraillés entre deux tentations. C'est la tentation, nous avons la tentation d'interdire, de cadrer quand quelque chose nous dérange, quand on sent que les choses sont quelque part en train de prendre des proportions que l'on n'a pas calculées. Nous avons tendance à vouloir cadrer, sanctionner, punir. Et je suis bien d'accord par rapport à ceci, sauf que quand on évoque par exemple les plus grands maux qui ont toujours menacé l'humanité, on évoquera par exemple les virus qui produisent des maladies, nous évoquerons par exemple les intempéries, les tremblements de terre, beaucoup de faits naturels que l'on n'arrive pas à empêcher, mais par rapport auxquels on s'adapte. Moi, ce que je suis en train de proposer, c'est que nous nous adaptions et que nous augmentions un petit peu notre immunité. D'accord ? Donc, dans ce sens, et du moment que nous sommes tous ici réunis, j'ai toujours pensé qu'il était important de créer quelque chose, de créer un centre, pourquoi pas, un centre d'études et de recherche visant à former les intellectuels afin que ces intellectuels puissent devenir, eux, les véritables influenceurs. Donc, on se plaint toujours du fait que les influenceurs, bien les gens qui influencent les jeunes, nos enfants, sont des personnes qui ne sont pas respectables, qui ne sont pas dignes de confiance, etc. Mais au lieu de chercher à interdire leur prise de parole à eux, pourquoi ne pas travailler sur notre prise de parole à nous? Pourquoi ne pas aller dans le sens de la formation des intellectuels pour qu'ils deviennent eux-mêmes de véritables influenceurs et quelque part préparer une espèce d'alternative. Donc dans ce sens, un centre d'études et de recherche qui va former des intellectuels influenceurs qui vont défendre les valeurs de la société marocaine, qui vont défendre aussi les valeurs de la patrie, les valeurs de notre unité territoriale par exemple. Nous avons tous assisté à une espèce de campagne horrible, atroce, qui a ciblé le Maroc ces temps-ci, à travers des journaux internationaux, à travers des organisations non gouvernementales, dont le but était de mettre la pression sur le Maroc, parce que le Maroc, l'orientation du Maroc actuel, est une orientation qui ne sied pas à certaines personnes dont les prétentions colonialistes, passéistes sont encore à l'ordre du jour. Donc au fait, c'est bien de discuter du pourquoi et du comment, mais il est vraiment très très important de penser à un projet. Du moment que tout le monde est réuni là, aujourd'hui, pourquoi ne pas vraiment creuser dans le sens d'un projet, le projet d'un centre d'études et de recherche où on va former des intellectuels pour qu'ils deviennent de véritables influenceurs. On peut même nous servir des outils, des mécanismes, des techniques qu'utilisent les influenceurs pour devenir nous-mêmes des influenceurs. Et s'ils ont appris à faire ceci, je pense que les intellectuels ne vont pas éprouver beaucoup de difficultés à apprendre aussi à devenir des influenceurs. Donc au lieu d'interdire ou bien de chercher à sanctionner les influenceurs,
devant nous-mêmes des influenceurs. Et c'est un petit peu sortir de sa zone de confort, c'est un petit peu dérangeant et narguant pour notre ego, nos égos respectifs. Mais je pense qu'il est temps de sortir de sa zone de confort et de nous dire que voilà, peut-être que ce n'est pas l'autre qui a tort, peut-être que nous sommes censés nous adapter, nous sommes censés nous améliorer et nous sommes censés faire un effort parce que peut-être que nous avons été sur le plan de la communication sur les réseaux sociaux, nous avons été un petit peu paresseux. Donc, voilà. Donc, du coup, la France et d'autres pays que le Maroc dérange, bien que l'orientation du Maroc dérange, ne devront pas cesser de nous attaquer. Nous sommes à quelques années d'organiser un événement mondial. Alors nous avons en 2025, nous avons la Coupe d'Afrique et en 2030, nous avons carrément la Coupe du Monde. Nous sommes contents, nous sommes heureux, mais pour que nous puissions nous préparer aux attaques prochaines, même pas par rapport au code de la famille, par rapport au code de la famille, c'était prévisible, c'était prévu, mais par rapport à ces événements que nous sommes censés organiser, je pense que les intellectuels marocains doivent vraiment faire un effort pour cadrer eux-mêmes leur ego. Nous sommes censés cadrer nos égos et d'arrêter d'en vouloir à l'autre et d'essayer quelque part de nous améliorer, de progresser et de considérer que les influenceurs qu'on n'aime pas ou là qu'on méprise, de les considérer comme étant des virus ou là des maladies. Nous sommes censés augmenter notre immunité. Et ceci est la véritable protection. Voilà, merci beaucoup. شكرا للاستاذه لبنى الجود على هذه المداخله القيمه التي اكدت فيها على بدورها على اهميه هذا الموضوع الذي يمس العديد منا سواء على المستوى الشخصي او العائلي او المهني. قدمت توصيه في هذا السياق بخصوص احداث مكتب دراسات وابحاث وهي فكره جد ممتازه وشاطرك فيها الراي. مكتب دراسات وابحاث متخصص في تكوين نخب او مثقفين الذين يتحولون الى مؤثرين، يعني استحضرت تقييم المجتمع المغربي وفق توجهات الوطن الكبرى ما يفرض منا مجهودات كبيره ومضاعفه لمحاربه عفوا الاخبار الزائفه. واذا نشكرك الاستاذه لبنى. أعطي الكلمة الآن للأستاذة وفاء بدري رئيسة فرع وجدة للهيئة المغربية لحقوق الإنسان ونائبة منسق المنتدى المغربي للحداثة والتنوير وناشطة حقوقية وصديقة عزيزة وغالية. تفضلي أستاذة. تحياتي، مساء النور، مساء النور للحاضرات والحاضرين، مساء النور للأساتذة الأجلاء المتدخلين. أكيد ستكون مداخلتي ماشي بالليونة أو بالسهولة من بعد هذه الهامات الأكاديمية والمعرفية اللي سبقتني، ولكن هذا لن يمنع أني نعبر على وجهة نظر بسيطة أكيد أنها سيكون دورها في إغناء النقاش على بساطتها. إذا باش نأصلوا لمفهوم أو لمطلب حقوقي حول مناهضة الأخبار الزائفة بوجهة نظر حقوقية تقارب الجدل ما بين الحق والواجب، غادي ننطلقوا مبدئيا من أن حرية التعبير هي القدرة على أننا جميعا تكون عندنا الإمكانية على التصريح على آرائنا بالوسائل المتاحة فيما لا يتجاوز أو يتناقض مع النصوص القانونية القائمة، وكذلك بما لا يسبب ضررا للغير بغض النظر هذا الغير واش هو شخص ذاتي أو معنوي. لكن احيانا للاسف الشديد هذا المفهوم الخاطئ لحريه التعبير والراي كيحول خصوصا في بعض الحالات اللي كيقترن بواحد الجرعه زائده في الثقه في النفس اللي احيانا كتوصل الغرور عند البعض للاسف، كيتحول الى انحراف خطير وضرب لابسط المبادئ المتعارف عليها في ثقافه الحوار وتبادل المعارف بشكل كيسمح باحترام الاخر، وكيؤدي للأسف الشديد أنها في الوقت اللي من المفروض أن الحوار يساهم في إغناء المجتمع ويساهم في تحقيق التغيير وفي تحقيق التطور اللي احنا بغيناه،
يرجع انه كيؤدي الى الاداء خدمه لمصالح شخصيه ضيقه لمجموعه معينه. اكيد ان الدستور اللي هو اغلى او اعلى قانون في البلاد كيضمن حريه التعبير والراي، ولكن في نفس الوقت الدستور بالضبط في البند او في الفصل 24 كينص كذلك على حمايه الحياه الخاصه للافراد، وبالتالي هنا فين كاينه هذيك الجدليه ديال الحق والواجب اللي تكلمت عليها في البدايه. اذا كان القانون المغربي والمواثيق الدوليه تضمن الحق فاننا نعبروا على ارائنا بكل حريه، فكذلك المواثيق الدوليه والتشريعات الوطنيه، وحنا كنعرفوا ان الديباجه ديال القانون او لا الديباجه ديال الدستور المغربي وما لها ديباجه في الدساتير من 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 رمزيه تنص على سمو المواثيق الدوليه على التشريعات الوطنيه، ولكن حتى في هذه الحاله هذه تنص كذلك على هذه الجدليه ديال الحق والواجب، انه اذا كانت عندي حريه الراي والتعبير فهذه الحريه لا يجب ان تتعارض مع المواثيق، وكذلك لا يجب ان تمس بالاخر. غادي نفوت تاريخ الاخبار الزائفه لان تكلم عليه الاستاذ قبلي، ولكن إذا كانت الأخبار الزائفة أو مصطلح الصحافة الصفراء بان في القرن 19، رجع مع تصريح دونالد ترامب للقناة ديال سي إن إن، رجع للواجهة مرة أخرى ورجع عنده الواقع ديالو. المصطلح ديال الأخبار الزائفة أو ما يعرف بفيك نيوز هو سلاح خطير فتاك بالمجتمعات وبالدول، وكيشكل هذا السلاح الخطير كيشكل واحد الخطر. علاش؟ على العقل وعلى نفسيه الانسان اللي تحدث عليها الاستاذ قبل، وكيؤدي كذلك الى زعزعه استقرار وامن المجتمعات، خصوصا انه في المرحله الاخيره بقى الانتشار ديال الاخبار غير متحكم فيه من خلال الهيمنه ديال وسائل التواصل الاجتماعي اللي اصبحت موجهه للراي العام، اصبحت تؤثر في صناعه قرار معين، اصبحت تؤثر في النقاشات العموميه من خلال انه كتسهل الانتقال ديال الخبر. ثانيه الخبر كيتنشر هنا كنلقاوه اجتاح العالم كله لان وسائل التكنولوجيا حولت العالم الى قريه صغيره، ومن اجل هذا خصنا مجموعه ديال الاشياء اللي لازم نوقفوا عليها كحقوقيين، هذا المطلب الحقوقي من اجل توعيه الراي العام في كيفيه التعاطي مع الاخبار الزائفه. كيف سبقني الاستاذ ان الاخبار الزائفه كتطور في الفترات ديال الازمات وفي التحولات اللي كتعرفها المجتمعات، ودائما الاخبار الزائفه والاشاعات كترعرع في واحد البيئه اللي هي ديجا راها فيها واحد التحول معين، واحد الازمه معينه، كيف شفنا في الاخر في كوفيد، شفناه في زلزال الحوز، شفناه في النقاش العمومي الدائر دابا حول اصلاح او تغيير بنود المدونه ديال الاسره. اذا هاد الحويجات هذه كلها الا كانت حولات الانتشار ديال او التوجيه ديال الراي العام من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، راه ايضا التنقل او التغيير ديال او التطور ديال التكنولوجيا في المجتمعات ككل ادى الى ان الولوج للانترنت اصبح حقا من حقوق الانسان حتى هي، والولوج للمنصات الرقميه اصبح والاستعمال ديالها اصبح مؤشر من المؤشرات اللي كتعتمدها المنظمات الامميه من اجل معرفه هذا المجتمع هذا كيفاش هي النقاشات الحقوقيه اللي فيه، كيفاش الخدمه العموميه اللي فيه، وكذلك مؤشر لقياس مدى ضمان ممارسه الحريات العامه واحيانا حتى الفرديه داخل المجتمع من المجتمعات. اذا كان تحولات في ظل هذا التحول التكنولوجي والرقمي اللي كاين في العالم، تحول الولوج للانترنت والمنصات ديال التواصل الاجتماعي حق، وكذلك آلية باش نعرفوا مدى التفاعل ديال الشعوب، راه رجع عندنا كذلك مؤخرا واحد النموذج ناشئ اللي ممكن اننا نتكلموا عليه لممارسة الحريات العامة، لان مجموعة من الحركات النضاليه والاحتجاجيه اللي كنلقاوها في الشارع كانت البدايه ديال التبلور ديالها او البدايه ديال الانطلاق ديالها من الفضاءات الرقميه او الفضاءات الافتراضيه. هذا هو علاش
خاص ان الممارسه ديال الحقوق والحريات في الفضاء الرقمي باش تكون بشكل سليم يجب تكييفها مع حريه التعبير في ظل التكنولوجيا الرقميه، بمعنى ان القوانين المغربيه وحتى التشريعات الدوليه يجب ملائمتها، وهذا التنقل او هذا التطور السريع اللي كيمشي على 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 المجال الرقمي والتكنولوجي بصفه عامه، ويجب ان هذه المقاربه او هذا التكييف يمشي على مجموعه ديال لي بيليي اللي خصو يوقف عليهم. اول حاجه خصو يبدا بها هي مقاربه النوع. مقاربه النوع كيفاش غادي تكون؟ غتكون من خلال تمكين المراه والرجل كذلك من حضور وزن داخل البرامج الاذاعيه والتلفزيونيه، على الاقل كنناقشوا على المستوى الوطني. كذلك اعطاء المكانه الممثلي وممثلات المجتمع المدني لانهم يعبروا على وجهه نظرهم في القضايا العموميه، من خلال ان هاد الناس هادو هما الاقرب للمواطنات والمواطنين، طبعا دون اغفال انه ادماج محاربه الاخبار الزائفه في الاعلام لا الرسمي ولا الخاص، وكذلك ادماج مقاربه ديال مناهضه الاخبار الزائفه في المناهج التعليميه الخاصه بالمواطنه وتربيه المواطنه وحقوق الانسان. هذا الشيء كله كيطرح مجموعه ديال التحديات اللي ان مساله ديال هذا التكييف هذا غادي يكون شويه عندها مجموعه من التحديات اللي غادي نوقفوا عليها وغادي تكون امامنا، ولكن اللي خص يكون يعني المنطلق هو ان احيانا الا كنا كنطالبوا بحريه التعبير كمدخل اساسي من المداخل ديال ممارسه حقوق الانسان، راه احيانا كيف سبقوا الاساتذه الاجلاء قبلي، نشر الاخبار الزائفه يؤدي في احيان كثيره الى المس بحقوق الانسان من خلال الحق الاساسي اللي هو الحق في الحياه. راه هذه الجدليه هذه خصنا نوعاو بها، وهذه المقاربه تكون عندنا حاضره. اذا اللي كيبان لي انه ممكن اننا نوقفوا عليه من اجل مقاربه حقوقيه هو ضروره تطوير الفكر النقدي اللي تكلم عليه الاستاذ لدى الاجيال الناشئه، تعميم التربيه الاعلاميه واكتساب قدرات ديال التفكيك ديال الخطاب وديال الاشكال الجديده، ابراز معالم التحدي الرقمي في علاقته بحقوق الانسان اللي في بعض الحالات، علاش كنقولوا علاقه هذا التناسل الرقمي والخطاب الرقمي في علاقته بحقوق الانسان؟ لان في بعض الحالات من دون وعي كنلقاو البعض ينشر خطاب ديال الحقد والكراهيه دون ان يدري، يعني مثلا غير النقاش الدائر حول المدونه راه واحد الخطاب تمييزي خطير جدا، واحد الخطاب تكفيري خطير جدا. انا هذه مسؤوليتي الشخصيه، لا اعتقد ان هذاك الخطاب كله بريء، كاين شي حويجات اخرى كدور تماك، ولكن المهم كاينين الناس اللي ما واعيينش، كاينين الناس اللي ما عندهمش اليات ديال النقد وديال التحليل ديال الخطاب، وبالتالي كتمر من امامهم بعض الاشياء اللي كتولي كتعطي واحد التراكمات اللي هي خطيره. كذلك نحن مطالبين بالمساهمه في تطوير الاليات ديال الدول الاعضاء في مجال حمايه حقوق الانسان من خلال الرصد الالي اللي تكلم عليه الاستاذ منذ قليل. الرصد الالي للخطابات راه فعلا صحيح، علاش كاين رصد الي في الخطاب مثلا ضد الموضوع اكس والموضوع ايكغريك، وما كاينش رصد الي للخطاب ديال مثلا ديال التمييز ضد النساء، مثلا الخطاب ديال الاساءه للاقليات، مثلا الخطاب ديال هنا فين 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 من المفروض ان تكون عداله رقميه ان صح التعبير اتجاه جميع المواضيع اللي كتمس ثقافتنا الحقوقيه مفهومها الكوني والشمولي. كنظن انه من بين الاشياء اللي ممكن اننا نوقفوا عليها كذلك هو كيفيه الحد من انتشار الاخبار الزائفه. الا كنا عرفنا ناصلوا لها مفاهيميا ومعرفيا، كذلك ممكن اننا نحطوا ولو ان ما تكون حلول ناجعه عن طبيعه الحال، ولكن غتكون مدخل من اجل التقليل ديال انتشار ديال الاخبار الزائفه. اول حاجه اننا نعتمدوا على الصفحات الرسميه، يعني الصفحات والمواقع والاخبار ناخذوها من 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 من, من المواقع الرسميه ديالها، ماشي دابا للاسف تناسلوا مجموعه من القنوات على 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 هاد على الانترنت اللي كيجيبوا الخبر وكينشروه بالتاويل ديالهم وجهه نظر صاحب القناه، وبالتالي انا لا تلزمني وجهه النظر بقدر ما يلزمني الخبر، وبالتالي الخبر ناخذوه
من المركز او من المصدر الاهم ديالو. كذلك ان صحه الخبر المتداول من عدمه خصنا نبداو وهذه كتدخل في هذيك الملكه ديال النقد. نعرفوا مثلا نقاش الدائر حول مدونه الاسره، الناس بقات كتناقش الفصول وكتناقش المواد وهو مازال حتى اللجنه باقي ديك الساعه باقي ما اجتمعات. وبالتالي إيه هذا ممكن انه كيطرح عندنا ان مجموعه من الناس باقي ما كتعرفش كيفاش يتم اصدار قوانين في البلاد، ايش هي المراحل اللي كيمر منها. ولكن كذلك راه خص الاعلام العمومي الرسمي والدوله تدير وسائل لنشر ثقافه قانونيه، ثقافه اللي ممكن انها تخلي المتتبع العادي يعرف المراحل ديال صياغه القوانين في البلاد كيفاش كتمر، باش ما نبقاوش اي خبر كان نمشيو معاه. كذلك ممكن ان نعتمدوا على توعيه الافراد والمجتمع بخطوره الاخبار الزائفه بطرق اللي هي فعاله وناجعه محاربه هذا النوع من المنشورات. مثلا الامثله ديال المتابعات اللي كانت في حق ناس اللي نشروا اخبار اللي هي زائفه، وحده شفنا ان مجموعه من الناس اللي تابعوا على اخبار اللي هي زائفه وقدروا انهم للاسف كان في حقهم متابعات نعرفك جاي من وجده على كيلومتر كل كيلومتر هذا عنده واحد في اطار التمييز الايجابي. اذا التمييز الايجابي والمجالي اي التمييز الايجابي مجاليا باقي ما وصلناش للنوع اذا باش ما نطولش انا غادي نشير بعجاله ان فعلا المشرع له دور في حمايه الحياه الخاصه للافراد. كاين كيف قلنا المرجعيه الدوليه اللي كتضمنها الماده 12 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان، كذلك الماده 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه، وكذلك اللي تكلمنا عليه من قبل اللي هو الفصل 24 من الدستور ديال 2011. غادي نخليهم باش ما نطولش. ولكن مؤخرا تم مواكبه المشرع المستحد الحداثه ديال ما يقع على وسائل التطور التكنولوجي والالكتروني عبر تعديل وتتميم مقتضيات القانون الجنائي. تم هذا من خلال مواد 447-1 474-2 447-3 باعتبارها تمت اضافتها من خلال موجب القانون 103-13 لمناهضة العنف ضد النساء. هي هذا مكسب، ما كنقولوش انه ضعيف او انه ما عجبش، ولكن لا يرقى انتظاراتنا في حماية الحقوق وحماية الحقوق الإنسانية للنساء بصفة عامة وبصفة خاصة والعموم المجتمع المغربي. إذا باش ما نطولش ما غاديش نوقف على الفصول. وكذلك قانون الصحافة في علاقته ب ب ب ب بعلاقته بالنشر العادي او النشر البديل كذلك كاين تفاوتات فيه. حتى المهم باش ما نطولش كثير، اللي بغيت نقول في الخلاصه ان تداول الاخبار الزائفه او اللي ممكن يسهل من تداول الاخبار الزائفه ويمكن يحد من الوصول ديالها هو اننا فعلا نوقفوا على المعلومات من المصدر الرسمي ديالها ونتحققوا منه. ولكن للاسف اللي ممكن اننا نوقفوا عليه ان الازمه داخل البلاد ليست ازمه قانون بالدرجه الاولى، لان كاين قوانين اللي كتنظم هذا الشيء، وانما هي ازمه قيم اللي من المفروض اننا نوقفوا عليها جميع وتكون دورنا اساسي في التعامل معها. لان الاراده هي اما انها تكون اراده سياسيه بجميع توجهاتنا جميع وبرؤيتنا جميع من اجل اننا نحاربوا ظاهره اللي هي كتنخر في المجتمع ديالنا ونعيدوا الاعتبار قيم المجتمع المغربي الجميله. وشكرا وكنعتذر على الطول. شكرا للاستاذه وفاء بدري، قدمت مداخله قيمه جدا، تحدثت عن مطلب حقوقي حول مناهضه الاخبار الزائفه ما بين الحق والواجب، تحدثت كذلك على ان حريه الراي والتعبير لا يجب ان تتعارض مع المواثيق وان لا تمس الاخر في نفس الان، تحدثت كذلك على ان مصطلح الاخبار الزائفه هو سلاح فتاك بالمجتمعات والدول ويساهم في زعزعه استقرارها وامنها،
خاصة أن وسائل التواصل الاجتماعي اليوم تصنع الرأي العام بل وتوجهه كذلك. إذا تحدثت كذلك على أن القوانين المغربية والتشريعات الدولية يجب ملائمتها والتطور السريع الذي يسري على المجال الرقمي، ثم أشارت كذلك إلى مقاربة النوع من خلال تمكين المرأة داخل البرامج التلفزية. تحدثت كذلك عن إعطاء المكانة لناشطين المجتمع المدني، ثم إدماج محاربة الأخبار الزائفة في كل وسائل الإعلام والتربية على المواطنة وحقوق الإنسان وتكييف كل ذلك وفق محاربة آفة الإشاعة والخبر الزائف. شكرا شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. أعطيك الكلمة الآن للأستاذ محمد بلغزال، وهو أستاذ الباحث بالمركز الجهوي للتربية والتكوين بمراكش، فليتقدم مشكورا. شكرا جزيلا سيدة الرئيسة، شكرا جزيلا سيدة الرئيس. شكرا سيدة الرئيس. وبعدها أود إلى شكر سيدة الرئيس جمعية الاجتماعي للثقافة والحقوق الإنسانية، الأستاذ الفاضل المحترم أولا على دعوتي الكريمة التي ثانيا على التوفيق الذي أحيط به اللجنة العلمية في اختياري الموضوع لهذه الندوة، كما يوصفها الموضوع التوفيق الأخبار الزائفة والمجتمع والمؤسسات والقانون. ينبئ عنوان هذه الندوة على أن ثمة وعيا صريحا بخطورة الأخبار الزائفة، وأن التصدي لهذه الأخبار الزائفة لا يتأتى باستدعاء مدونة واحدة من قبيل المدونة القانونية، بل يستلزم تضافر جهود متعددة. اختيار هذا الموضوع كان ملهما في اختيار عنوان هذه الورقة التي سأقدمها باقتراب على أن أتقاسمها مع السيد الرئيس لاحقا. والعنوان الذي اخترته لهذه الورقة هو الخبر الزائف والذكاء الجماعي في عصرنا بعد الحقيقة. سأحاول أن أقف على الكلمات المفاتيح لهذا العنوان وأن أفسرها إجرائيا لما يسر التواصل. أقصد أساسا بالذكاء الجماعي الذي يعبر عنه موضوع الندوة قدرة مجموعة أفراد أو مؤسسات على العمل التعاوني من أجل حل مشكلات تتجاوز قدرات الأخرى. قيمة مضافة، وأن هناك قوة كاملة في استيلاء ذكاءات متعددة وتخصصات متعددة لكي تقارب موضوعا معينا من زوايا مختلفة. طبيعة الحال هذا الذكاء الاجتماعي الذي تطور في البحث فيه في السياقات الأنجلوساكسونية ينطلق من مسلمة، وهي أن المشكلات المركبة تحتاج إلى حلول أكثر تركيبا. Les problèmes complexes font appel à des solutions plus complexes. وتلاحظون تحدثنا عن حل عن مشكل مركب بصيغة المفرد، وتحدثنا عن حلول بصيغة الجمع ومركب، بمعنى لكي نصل إلى مستوى الاستيعاب نحتاج إلى أن نواجه المركب بالمركبات لي كومبلكس. بطبيعة الحال المركب هنا كان مفهوم إبيستيمولوجي لا علاقة له بالتعقيد لا كومبليكاسيون. المفهوم الثاني وهو الخبر الزائف أحدده إجرائيا في تعمد نشر أخبار مضللة أو خاطئة لاعتبارات سياسية أو اقتصادية أو غيرها. أساسا الأخبار الزائفة مدارها الأساسي مرتبط بالاعتبارات السياسية والاقتصادية تحديدا. المفهوم الثالث كما يفصح عنه عنوان هذه الورقة هو مفهوم عصر ما بعد الحقيقة، الإنجليزية post truth era، عصر ما بعد الحقيقة، وهو سياق زماني ومكاني أو وضع تواصلي عام يتسم فيه الأفراد بتأثر آرائهم ومعتقداتهم بما هو عاطفي أو بتحيزات فردية، بمعنى أنه في مواجهة خبر مؤسسي صادر عن مؤسسة رسمية تلقي هذا الخبر وفهم الخبر وتحليله والانتقال به إلى مستوى اتخاذ قرار معين يهم الفرد أو يهم المجموعة
متأثر بعوامل عصر ما بعد الحقيقة، والتي تتميز أساسا بأن اتخاذ القرار فيها ينبني في جزء كبير منه على العاطفة وعلى التحيزات الفردية. أنا يعني سأستدعي ربما تجربتي التكوينية في مجال تكوين الأساتذة، وأستغل حضور يعني الشباب لكي ننتقل بهم من البعد النظري الذي تفضل به الأساتذة وهو مطلوب ومشكور عليه، وأقدم بعض الأمثلة حتى يعني يتضح ماذا نقصد بهذا النقاش الذي نجريه الآن هنا. عندما نقوم ب يعني مسح ولو يعني محتشم لمتن الأخبار الزائفة الرائجة على الأقل في السنوات الأخيرة والتي تهم على الأقل المغرب، يمكن أن نقوم بتأطيرها. وعندما أقول تأطير يعني هذا يحيل على نظرية، ويعني أهيب بالشباب أن يعودوا إلى البحث على هذه النظرية، وهي نظرية التأطير، نظرية تدرس التواصل ما يسمى بالفريمين ثيوري، ولا ثيوري دو كادراج. تسعفنا هذه النظرية عندما نتلقى خبرا معينا، تسعفنا في أن ننتقل من مستوى التلقي السلبي إلى مستوى التحليل، أولا إلى مستوى الفهم والتحليل، الفهم والتفسير والتحليل ثم التأويل، وهي يعني صنافة بمستويات متقدمة، أعلى مستوى فيها ومستوى التأويل. إذا قمنا بنمذجة وتقطير الأخبار الزائفة التي همت على الأقل بلدنا في السنوات الأخيرة، تتوزع على ثلاثة أصناف. هناك أولا الأخبار الزائفة التي تمس بأحداث أو تتصل بأحداث ووقائع عامة وطنية. ثانيا هناك أخبار زائفة تمس بمؤسسات عمومية. ثم ثالثا هناك أخبار زائفة تمس بشخصيات عمومية. سأعطي أمثلة حتى نكون فيما هو يعني ملموس. مثلا الأخبار الزائفة التي يعني تمس بأحداث وبوقائع عامة، ما كتبته الصحافة الفرنسية على يعني في تغطية هذه زلزال الحوز، وهي المناسبة لكي نترحم فيها على أرواح الشهداء وأن نتمنى الشفاء العاجل للمصابين. التغطية التي قامت بها يعني الصحافة الفرنسية لزلزال الحوز يعني خاضعة تحت تأثير الخبر الزائف، وربما يعني أهم خبر زائف اتصل بهذه التغطية هو ادعاء أن المغرب رسميا رفض المساعدات التي قدمت على إثر هذه الهزة الأرضية. وهذا واحد نوع من يعني التأطير يسمى نظريا ب humanitarian framing، التأطير الإنسانوي، ماشي إنساني ولكن إنسانوي، له يعني نزوعات أخرى سياسوية، وهو يعني يطمح ما أمكن إلى أن يخلق لدى الرأي العام الداخلي انطباعا أن المؤسسات الرسمية يعني استهانت بأرواح مواطنيها ورفضت مساعدات إنسانية لاعتبارات سياسية. وعندما ستعودون، وأنا أشد على أيديكم بحرارة لكي تعودوا إلى النظرية، ستكتشفون أنه يتحول هنا الخبر المهم اللي هو خبر الزلزال، يتحول من الواجهة إلى الخلفية، ما يسمى بالباك جراوند والفور جراوند. الواجهة أساسا لو بروميير بلان ما هي؟ هي أن هناك زلزالا، وأنه تسبب في وفاة العديد من الأشخاص، وأن يعني نتج عنه تدمير للبنايات إلى غير ذلك. يتحول كل هذا إلى الباك جراوند، إلى الخلفية، وتصبح الواجهة هي الخبر الزائف الذي مؤداه أن يعني الدولة المغربية رفضت المساعدات التي قدمت من طرف فرنسا. النوع الثاني لهذه الأخبار الزائفة هو الذي يمس يعني بالمؤسسات العمومية. ربما من بين الأمثلة التي أجدها دالة هو يعني الأخبار الزائفة التي تناسلت عقب يعني اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية
بين فترة الرئيس الأسبق دونالد ترامب في دجنبر 2020 اعترافها بسيادة المملكة المغربية على الصحراء المغربية. سلسلة الأخبار التي أنتجت عقب هذا الاعتراف، طبعا الحال الجميع يعرف الجهات التي كانت وراء إنتاج هذه الأخبار والأنظمة السياسية التي كانت وراء إنتاج هذه الأخبار، في لحظة من اللحظات كانت ستخلق نوعا من الشك لدى الرأي العام بخبر زائف مؤدى أن هذا الاعتبار لصيق بشخص الرئيس الأمريكي ولا علاقة له بالمؤسسة السيادية في الولايات المتحدة الأمريكية. ويعني حجم الإغراق دامبينغ يسمى الإغراق الذي نتج بعد يعني هذا الاعتراف بأخبار زائفة من هذا القبيل، ربما في لحظة من اللحظات وأنا كنت أتابع الإعلام الوطني وأتابع مثلا في مواقع التواصل الاجتماعي أحسست أن ثمة شكا لدى بعض من كنت أعتقد أنه لا يمكن أن يدخل الشك إلى قلوبهم، أن شكا بأنه هذا الاعتراف هو ظرفي وس تماما مش عادي. ونفس القصة تعاد، وسأتي على هذه المسألة في النموذج الثالث وهو نموذج الأخبار الزائفة والادعاءات الكاذبة التي تهم الشخصيات العمومية. سأعطي مثالين. المثال الأول هو الادعاءات الكاذبة التي همت شخصية عمومية وهي شخصية السيد المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراث الوطني التي كانت في 2014 والتي يعني ادعت فيها الأخبار بعض يعني الجرائد الفرنسية أن السيد المدير العام للأمن الوطني يعني صدرت مذكرة بالتوقيف إلى آخره. والغريب في الأمر أن هذه الادعاءات الكاذبة يعني تم تفنيدها رسميا، والمثير للاهتمام أنها أصبحت موضوعا يعني للحديث والتفنيد من لدن يعني بعض المنابر الإعلامية في هذا الأسبوع المصاري. يمكن أن تعود إلى مقال 360 التي تجيب فيها على سؤال أين كان عبد اللطيف الحموشي عندما يعني وتفنت هذه الادعاء. مثال ثاني ومثال ربما بقدر ما هو مؤسف هو أيضا طريف، هو المثال ديال كشخصية عمومية اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي. انتشر خبر في 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 الآفاق مؤدى أن أشرف حكيمي بعد يعني تماما بعد يعني الوضع الأسري الذي كان لمآلته الطلاق اكتشف أنه قام بنقل كل ممتلكاته مسبقا وبطريقة احترازية إلى والدته. الإعلام الفرنسي قدمها على أنها كان إجراء احترازي للتهرب من الضرائب، وإعلام آخر قدمها على أنه كان إجراء احترازي لكي لا يقتسم ممتلكته وثروته مع طريقته. المثالان الأخيرة الذي قدمتهما حول شخصيتين العموميتين، المثير للاهتمام في هذه الأخبار الزائفة وأشار إليها أستاذ الفاضل الدكتور الخضراوي سابقا حينما تحدث عن القتل المعنوي، أنا سأستعمل مصطلح آخر الأستاذ إيمان الرازي تعرفه جيدا وهو مصطلح موت المؤلف. يعني يموت المؤلف الأول وتتوالى السنوات ويعاد إنتاج الخبر من طرف مؤلفين جدد يعني لا نعرفهم بصياغ جديدة. وهذه العملية أستاذ الزهراش ديال إعادة إنتاج نفس الموضوع بصياغة جديدة تدخله في تأثير يسمى أثر الفراشة. وهذا أثر الفراشة يعني الفكرة هي أنه في أثر الفراشة أن حدثا صغيرا بسيطا في مكان معزول في العالم يمكن أن تنتج عنه آثار غير متوقعة في أماكن بعيدة من العالم. كما يقولوا خطر المصريين عشنا وشوفنا يعني المثال مثلا ديال الكورونا فيروس مثال هذه ثلاثه ديال 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 الامثله وسأضيف مباشره الى 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 الحلول وساقتصر فيها على الحلول التي لم يسبقني ولا التي سبقني اليها المتدخلون الافاضل
لكي أؤكدها. الحل الأول في تقديري هو حل مرتبط بالتمكين والتأهيل. Empowerment and qualification. التمكين والتأهيل جزء منه تمكين وتأهيل متخصص يجب أن يجري في المعاهد المتخصصة التي تكون في مهن الإعلام، في مهن الصحافة والتواصل إلى غير ذلك، وفي مهن التربية والتكوين عبر إنتاج دلائل موجهة إلى أطر التدريس يتملكونها وتكسبهم المهارات يعني الناعمة التي تقدرهم على التفكير النقدي لكي يقوموا بإرسالها في وجدان المتعلمات والمتعلمين. إذن العنصر الأول هو المرتبط بالتمكين وبالتأهيل في شقين، العام والمتخصص. المتخصص تحدث عنه، العام هو الذي يتوجه إلى عموم المواطنات والمواطنين عبر القنوات المتاحة للتمكين والتأهيل. التوصية الثانية التي أريد أن أؤكد عليها وهي الحاجة وحاجة المؤسسات العمومية إلى أن تراجع استراتيجيات التواصل المؤسساتي. هناك besoin de révision des stratégies de communication institutionnelle. لا يعقل اليوم أن يبقى عدد كبير من المؤسسات الوطنية معزولة عن الحضور القوي في الإعلام وفي أدوات الإعلام الجديد. يجب أن تضمن لها حضورا قويا في أدوات الإعلام الجديد. يجب أن نرى كما نرى المؤثرين يأخذون هذه الأخبار ويتداولون. يجب أن أرى، أنا أفضل أن أرى شخصية عمومية بزيها الرسمي ولها صحة على مواقع التواصل الاجتماعي وتتقاسم مع المواطنات والمواطنين أمورا تهم تربية الشأن العام بلغة بسيطة وقريبة إلى وجدانهم بما يضمن التصدي المسبق لهذه الأخبار الزائفة. إذن الأمر يتعلق بمراجعة استراتيجيات التواصل المؤسساتي التي في غالب الأحيان وهذا أمر مفهوم تتميز بنوع من المحافظة، لكن لابد من انفتاح ولو مشروط بسيناريوهات معقولة لتدبير التغيير. التوصية الثالثة وهي مرتبطة بالباراديغم الذي نفكر من خلاله. نحن محتاجون إلى إعادة النظر في النموذج الإرشادي، وهو أن ننتقل من تواصل الأزمة إلى بناء استراتيجية تواصلية متمركزة حول الأزمة. نحن الآن نعيش في على الأقل في السنوات الأخيرة أصبحنا نعيش في عصر المخاطر. يجب أن نعترف بهذا، مخاطر متوالية، وبالتالي يجب أن حتى ملي نأخذ مثلا على سبيل المثال بطاقة مشروع معين نجد أن خارطة المخاطر هي آخر ما يذيل به هذا المشروع. الآن يجب أن نخرج من هذا الباراديغم إلى باراديغم جديد ونجعل تخطيطنا متمركزا حول المخاطر. شخصيا سميتها لاغار. بون كاين لاغار لا جيستيون اكسي سور لي ريزولتا، ولكن اون دوزيام جينيراسيون سي لا جيستيون اكسي سور لي ريسك، يعني تدبير متمركز حول المخاطر المحتمله. من بين المخاطر المحتمله مخاطر الاخبار الزائفه. التوصيه الاخيره وهي جامعه لكل ما تقدم من التوصيات وفيها التقائيه مع الاخبار الجد، وهي الحاجه الى يعني تاسيس مركز، اقول انه يمكن ان يسمى بمركز الذكاء الجماعي، ويجمع متخصصين بمشارب متعدده. الخطر الزائف جزء كبير من فهمه مرتبط بما هو سيكولوجي، مرتبط بعلم الاعصاب، مرتبط باللسانيات، مرتبط بالبيداغوجيا الى غير ذلك من المجالات التي تتقاطع عندها امكانات فهم الخبر الزائف، مع وضع ضمانات لنجاح هذه التجربه التي يمكن ان تحدث وهي تجربه مركز للذكاء الجماعي، ان يتم توطينها في مؤسسه وطنيه مشهوده لها بالنجاح وبالنزاهه من قبيل على سبيل المثال. وانا ما عندي اوكين افيلياسيون مع هذه المؤسسه، ولكن اعرف حجم المجهود الذي يبذل فيها. مدرسة الذكاء الجماعي Collective Intelligence School الموجودة في رحاب مدرسة ولا جامعة الوحدة السادس يعني التقنية. وشكرا جزيلا. هذا يكون عندك هذا كثير خصك سي لافونير. شكرا للأستاذ الشباب. الأستاذ محمد بن غزال قدمت مداخلة قيمة وتفكيكية لمحاربة
عفوا بعد دقيقة. اعتبرت أن الذكاء الجماعي المتمثل في قدرة مجموعة من الأفراد والمؤسسات من أجل حل أو مقاربة أي موضوع من زوايا مختلفة. اعتبرت كذلك أن الخبر الزائف هو تعمد نشر أخبار مضللة باعتبارات متعددة ربما تكون سياسية أو اقتصادية وما إلى ذلك. تحدثت عن عصر ما بعد الحقيقة والذي اعتبرته سياقا زمنيا ومكانيا الذي والذي تكتسب فيه تلقيات وتلقين الافراد للخبر وتحليله والذي يتاثر دائما بعوامل كما اسميتها عوامل عاطفيه او تحيزات فرديه. تحدثت كذلك عن نظريه الطير التي تسعفنا في الانتقال من التلقي التربي الى الفهم والتحليل والتحويل اثناء تلقينا الخبر الزائف. الأخبار الزائفة اعتبرت أنها تتصل إما بأحداث أو وقائع عامة وطنية أو تمس بشخصيات عمومية أو تمس بشخصيات عمومية. ختمت كذلك بإعطاء مجموعة من الأمثلة لكل ذلك خاصة تعاطي وسائل الإعلام الفرنسية مؤخرا مع حادثة المشؤوم. ثم كذلك تحدثت عن كيف تحول خبر زلزال من الواجهة إلى الخلفية. ثم كذلك الأخبار التي تلت اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء. قدمت في الأخير مجموعة من الخلاصات أو من الحلول حول محاربة الأخبار الزائفة وحل مرتبط كما قلت بالتمكين والتأهيل المتخصص المرتبط بالمعارف المتخصصة لمهن الإعلام ومهن التربية والتكوين ثم العام عبر القنوات الرسمية المتاحة لذلك. ثم حاجة المؤسسات العمومية لمراجعة استراتيجية التواصل المؤسساتي ثم إعادة النظر في النموذج الإرشادي والانتقال من تواصل الأزمة. ثم في الأخير الحاجة إلى التأسيس لمركز سميته بمركز الذكاء الجماعي. شكرا مجددا أستاذ محمد الغزال. في الختام أعطي الكلمة قبل الختام أعطي الكلمة للأستاذ وآخر متدخل والزميل دكتور هشام مليوي أستاذ القانون بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة وناشط حقوقي وفاعل جمعوي. فلتقدم أستاذي مشكورا. شكرا جزيلا السيدة باركسا وأجدد شكري لكل المتكلمين. أظن صوتي مسموع؟ مسموع لنبش لكل من لبى الدعوة لحضور هذه المناسك المستقبلية المنظمة من طرف جمعية باسم العمل الاجتماعي للثقافة الكوميونية. إلا أنني أتساءل ما عسى أستاذ حبيس النظريات في رضا هذه الجامعة أن يقدم على ما قدمته جملة من الحقوقيين والحقوقيات ورجال القانون وخاصة الممارسين. تفضل الدكتور الخضراوي باستدعاء شاعر وأمير الشعر الحر أحمد مطر قال من الصعب الحديث بالبحث الدكتور الأستاذ هشام. فأنا بدوري ما أصعب الحديث وراء هذه الدولة التي تمتح من نظريات متعددة ومن ثقافة لسانية ولديك جيدا أن الذين لسانيين شوية صعب خطرين اللسانيين عندما يبدعون يكتبون في السياسة يبدعون شو مسكين لما كتب في السياسة أبدع ولما يكتبون في تحليل الخطاب لا نجد من فرسان من هم أشد منهم وضعة على التحليل. فلذلك أجد في نفسي نوعا من الحرج. فعذرا لكم إن وجدتم فيما سأقدمه نوعا من التكرار وإن قال صاحب التاج السيوطي بأن التكرار هو تكرار في اللفظ والمعنى ويفيد التأكيد. إذن فعذرا لكم مسبقا. نتحدث عن الأخبار الزائفة ولكن هناك بعض التحديد وشوي إحنا من رجال القانون فينا شوية تعريف تعريفها بزاف. كنقولوا بأن الأخبار الزائفة ليست التي تمس فقط حياة خاصة. الأخبار الزائفة تمس مجموعة من المصالح خطورتها ربما سأختصر بشكل سريع شوية لكي لا أسقط في التكرار بما أمكن وإن كانت مسألة حتمية سأسقط فيه بالمعنى دون اللفظ. ونتحدث كذلك عن جريمة. يعني كيقول الجريمة هو
جريمة. وعندما نتحدث عن جريمة نتحدث عن ظاهرة طبيعية. صدمكم هذا الكلام؟ لا. ظاهرة طبيعية. ما معنى طبيعية؟ ليست طبيعية. معنى طبيعية هي أنها ملازمة للاجتماع الإنساني. إلا أن الخصوصية فاش؟ هنا استدعي شوية ماركس. اسمحوا لي، لكن بعدو عن تكتب الكليشيهات. أنا لا أخفي إعجابي على ماركس ولا لابيل روزا لوكسمبورغ. ولكن عندما يقول أعطوني يمنحوني ولا دوني موا لومونافون، أعطوني طواحي الهواء وأعطيكم العصر الوسيط. هنا العلاقة بين وسائل الإنتاج وتأثيرها على هذا التحليل لا زال صالحا. أنا جو في لو بارافرازي أن بو ونقول أعطوني الإنترنت نعطيكم العلماء. أعطوني الإنترنت هنا الخبر اللي كنتكلموا عليه هنا كوظائف أثر الفراشة اللي تكلم عليه الأستاذ أولا بول دو نيج. En quelque sorte, c'est un peu par boule de neige. C'est une boule de neige. Mon petit lacana, voilà qui me fait de l'huile. Ouais, c'est le tissage. Les lacanaires, à un système de douce mieux. J'ai déjà publié un article. On a fait une chouïa, mais on a parlé de l'idéologie. Il y a Régis Debré, il y a Régis Debré, il y a Inès Oramoni, il y a Mjmoua, il y a des coutes. Il y a un système de P2I. Planétaire, permanent, instantané, immédiat. يعني الخبر ممكن يكون الآن في نفس اللحظة يصل إلى أقاصي العالم. هذه خطوة. بطبيعة الحال أخبار زائفة ماشي ظاهرة جديدة وماشي فقط غير في القرن التاسع عشر الصحافة الصفراء، حنا شفناها حتى في التسعينات ديال القرن العشرين. كتلاحظوا بان الاثار ديال وفاه ديانا والاشكالات الى اخره، فكانت الصحافه الصفراء والبابارازي وما يسمى ديك الساعه بالبابارازي الذي كانوا يلاحقون الحياه الخاصه، هذه ظاهره كانت دائما وراء رفع عدد المبيعات. وهناك واحد القوله تنسب ربما لمارك شارلز ديكنز ولا مارك توين بان يمكن للكذبه ان تسافر العالم كله في حين ان الحقيقه لا تراوح مكانها. أنا باش تشوف المسألة ديال أن الخبر الزائف يكون أكثر سرعة. هنا كتشرف النتيجة ديال ام اي تي اللي قالت بأن سرعة ديال الخبر الزائف أنه كيمشي ستة مرات أكثر من الخبر الحقيقي. وعلاش؟ وهنا كنرجع للكلام ديال الأستاذ الشيشي بأن الملاحظة وحنا كتبنا هذا الشيء سأقع في التكرار، ولكن سمحوا لي بأن الأخبار الزائفة خطورتها أو لا بغيتي تقول طابع الإجرام فيها هو أنها تقتات، لاحظوا تقتات على المآسي وعلى الكوارث وعلى السرعة ديالها، لأن المآسي والكوارث تخلق عند المتلقي شكي تخلق عنده حالة ديال الترقب، وهذه حالة الترقب والحذر هي التي تلتقط الخبر ديك السرعة وتعيد اقتسامه بسرعة أكبر. الملاحظة الثانية أن الأخبار أن الخبر تحول مصدره إلى كل من يحمل هذا محمول ولا صحافي، يعني مصدر ديال الخبر ما بقاش مهني بطبيعة الحال. ممكن غدا الأستاذ المليوي ممكن يجيب تصويرة في الخلفية وأقول ما شئت وأصبح أمس كنقل معلومة ممكن كنقل معلومه بشكل يعني بدون تحقق بدون الملاحظه الثالثه. لا انا كنتكلم على تحول في المصدر كما قلت لكم ساسقط في التكرار ولكن في المعنى دون اللفظ ما امكن. هنا الملاحظه الثالثه هو اننا نعيش واحد المعادله خطيره جدا. ناس ريجيس دوغري هنا استفدنا منه كيفما كان الحال، هو المعادله بين هي في المخيال عندنا المتلقي اللي هي الصورة تساوي الحقيقة، الصورة لا تساوي الحقيقة. الآن في عصر العولمة وعصر التكنولوجيا وعصر الذكاء الاصطناعي خصنا إضافة إلى تربية النشء والمتلقي هنا قضية الخبر الزائف ولا تدخل القانون الجنائي راه حماية لمن؟ راه حماية لواحد حق حصول المعلومة وحماية للمتلقي والمجتمع بطبيعة الحال. هناك مصالح خاصة على ما ندخلش في النقاش القانوني لان كما قلت لكم
نحن نستفيد منكم أساتذة ديالنا سواء المحامون هذه المحاكم عندما نكون في الجامعة نستدعي المهنيين ونجلس إلى جانب الطلبة لأننا نقول دائما بأن المهني هو الذي يحقق المعادلة التي لا تتحقق إلا في البصريات هي 1+1=3 2 لا 1+1=3 بمعنى صورة زائد صورة تساوي حركة والمهني يتعامل مع المقصد القانوني وهو يتحرك هنا أهميته نحن نستفيد ولكن أنا الإشكال اللي عندي هو أن هذه المسألة ديال المعادلة يجب تربية النشأ تكلمتوا على التنشئة الاجتماعية تكلمتوا على أن يكون هناك دائما نظرية نقدية للصورة والفيديو ماشي الخبر وهذا الشيء راه صدعيكم راه كانت ربما استخشيش تذكر القضية ديال CNN كانت فضائح ديال CNN اللي هي شبكة أمريكية بأن اخترقت مجموعة من الأخبار الكاذبة بالفيديو إذا هنا ديك المعادلة ديال الصورة تساوي الحقيقة ما بقاتش نزولا ولا تعريجا على الذكاء الاصطناعي ديال الصور ديال البنات أصبح في حلة ديال عرائس وهذا إذا هنا هذه المسكلة نكسروا هذه المعادلة ما بقاتش الصورة تساوي الحقيقة الصورة لا تساوي الحقيقة إذا ولينا كنعيشوا أمام ظاهرة إجرامية مرتبطة بالتكنولوجيا إذا هذا الخبر الزائف خطورته كما سبق أن قال الأساتذة كاملين بأنه هو على الأمن ما نعاودش نقول خطورته الأمن العام النظام العام ممكن خبر يقدر يهبط سوق وذاك السوق ممكن ينتج عنه سريح عمال الأمن الاجتماعي ممكن يكون عنده أثر على السلامة النفسية للنشأ كيفما كان هذا المتلقي وملي كنقولوا هنا النوع الاجتماعي الأساتذة الكرام ربما يصحون تكون النوع الاجتماعي ليس هو المرأة النوع الاجتماعي هو النوع الذي يحظى في مرحلة زمنية معينة بمعاملة الفضل وبالعناية قد يكون الرجل قد يكون الطفل قد يكون المرأة هنا إشكالية الحرية التعبير والخبر الزائف إذا عندي واحد ملاحظة ربما أتشارك مع المختصين في مجال القانون هو ألا تلاحظون بعدين أنكم تخبط في المشرع المغربي إذا المشرع المغربي بدأ في الأول باش بدأ بمس بنظم معالجة المعلومات ياك مطابقة مع اتفاق ديال بودابست هنا الإشكال نظم المعلومات ماشي هي الأخبار الزائفة مشينا عاوتاني شي شويه لاش مشينا للقانون 12 اللي متعلق بالصحافه شوي يعني باقي المشرع راه لا زال انا في نظري وان كان كيطبع المستوى مجموع القانون الجنائي 47 مازال كيتسمح بالقص ولكن كاين هناك واحد تخبط كاين واحد تخبط وتيخيط ترقع هذه اشكاليه ربما تحتاج الى نوعين من التفكير الذي بالنسبه للتشريع هنا تطور الوسائل ما غاديش نعاود انا نتكلم على الوسائل الشفهيه والكتابه الالكترونيه ما بقيناش كنتكلموا على ان التكنولوجيا هي محايده التكنولوجيا محايده هذا راه نعود بها النظر بطبيعه الحال بالنسبه للتوصيات ما غاديش نوقف فيها بزاف والمقاربه القانونيه الزجريه ليست هي كافيه وخاص هناك تفعيل القانون كما قالوا الاخوان ديال 13 نشر الوثائق الرسميه والبلاغات يعني المطلقه دون غيرها انشاء واحد المرصد لدى او مصالح مختصه على الاقل لدى كل القطاعات الحكوميه التي تكون اختصاصها فقط متابعه الاخبار الزائفه وتكذيبها بطبيعه الحال من خلال تفعيل كذلك دور الاعلام المهني اذا ربما سأكتفي لأن كل ما سأتفضل به يكون تكرارا فقط لما سبق قدمه الإخوة الأساتذة ولكن في حقيقة كما ختم الدكتور الخضراوي هي الكلمة فعلا هي الكلمة وفي البدء حتى اليونان في البدء كانت الكلمة والكلمة وإن كان يمارس الخبر قبل الإسلام كان يمارسه الشعراء كان الشعراء وظيفة الشاعر كان يمكن أن يرفع بقبيلة أو يضعها فهمتي بخبر حقيقي أو بخبر زائف لذلك حتى الكلمة وإن كانت نجد في القرآن الكريم
كلمة طيبة أصلها ثابت وفرعها في سم توجد كلها كل حين، ولكن في الخبر الزائف الإلكتروني الكلمة الخبيثة هي التي تبتئ كلها كل حين. إذن يجب أن تجدد. شكرا جزيلا. أستاذ الدكتور هشام الليوي، قدمت مداخلة قيمة بدورك حول الخبر الزائف الذي اعتبرته، وتحدثت عن جريمة كما أسميتها أو ظاهرة طبيعية ملازمة للاجتماع الإنساني، واعتبرتها ظاهرة إجرامية مرتبطة بالتكنولوجيا، وأن هذه الظاهرة ليست جديدة مرتبطة فقط بظهور الصحف الصفراء، لكن الخبر الزائف يكون له تاريخ طويل. مثلا استحضرت مسألة بابارازي، ثم أن الخبر الزائف سرعة انتشاره تكون أكثر 6 مرات مقارنة مع انتشار الخبر الحقيقي. تحدثت كذلك على أن الخبر الزائف يقتات على المآسي وعلى الكوارث، ثم أن مصدر الخبر لم يرى نهائيا، وأننا اليوم أمام معادلة خطيرة، أن الصورة اليوم لم تصبح هي الحقيقة، وأن تربية نشط اليوم يجب عليه أن يمتلك تصورا نقديا للصورة والفيديو. ثم تحدثت عن تخبط المشرع المغربي، والذي اعتبرت ذلك، اعتبرت في هذا السياق أن ذلك إشكالية تحتاج بنا تفكيرا في المستقبل، وقدمت عدة توصيات جد مهمة وجد غنية ستغني لا محالة مخرجات هذه المائدة المستديرة. شكر جزيل لكل السادة الأساتذة الذين أغلوا هذا النقاش المثمر اليوم. شكرا لكل من تابعنا وتجمعنا الاستماع إلينا في هذه الجلسة الجميلة والمطولة. أعطي الكلمة الآن للسيد رئيس جمعية بسمة للعمل الاجتماعي والثقافي والحقوقي بالمغرب لكي يختتم أشغال هذه المائدة المستديرة. شكرا لكم. طول عليكم، ولكن بغيت نشكر السي عبد الكبير كمدير المقر الوطني للصحافة، رغم الظروف الصحية ديالو أبى إلا أن يحضر، وغادي نقول ليه علاش الإلحاح ديالي بالحضور ديالو هو شخصيا نظرا للمجهود اللي كيبذل في هذا المجال ديال الترسيخ ديال أخلاقية المهنة. ولحسن حظي وبغيت نشكر الأستاذ هشام من خلال الدكتور الخضراوي اللي كان مسؤول على التواصل في أول تجربة ديال تنزيل دستور 2011 استقلال السلطة القضائية، حيث كان الناطق رسمي باسم السلطة القضائية مسؤول على التواصل مع كل المكونات ديال وسائل الإعلام، حيث في الحضور على الأستاذ شماعو نظرا لما كان عارف من تجربة ماشي فقط داخل جمعية عدالة، ولكن قبل مع المرحوم الأستاذ الأزرق مع مجموعة من الأساتذة اللي بدوا واحد المجهود قضية صدور منوالات أخلاقية المهنة، حيث كذلك الأستاذ أخو بيزا في المجال ديال اللي هي كتمارس عن قرب في القضايا أمام المحاكم وتأثير ديال الخبر الزائف على كيفاش كيهيب ماشي غير الأسرة والما، حيث كذلك على الحضور ديال الأستاذة وفاء المناضلة الشريسة اللي لازم الكلمة يعني اللي هي كتشكل واحد الأقصى اتجاه في المعارضة يكون حاضر ضمن هذا النقاش بتجربتها وموقعها السياسي والحقوقي، ماشي موقعها الجغرافي، الموقع الجغرافي هو في القلب عند كل المغاربة منطقة الشرق. كذلك الأستاذ ابن الغزال اللي بنشكرو بشكل خاص على المجهود اللي تبدل انطلاقا من هذاك الأمور ديالو، وكذلك الأستاذ ابن الجود كممارسة وكمدرسة مجال التواصل الإعلام. بغيت نختم الأستاذ هشام اللي كيقول شنو غادي يدير أنا كجامعة، أنا بغيت نقول للإخوان الأستاذ هشام بالخصوص الرهان ديالنا في الجمعية، وكيعرف هذا النقاش علاش تجبد الأخبار الزائفة تجبدات مباشرة مع الزلزال، واللي هي واحد السياسة ممنهجة في الإعلام بعض وسائل الإعلام ماشي كل شيء الغربي بالخصوص الفرنسي، ومع كلمة للأسف بعض الإعلاميين أو الصحفيين أو بعض المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي، وطبيعة الحال كما تقولوا للبيت ربوني حبيه، نحن دولة مؤسسات، دولة قانون،
عندنا مؤسسات مهنيه وعندنا قضاء اللي راكم تجارب وعندنا كذلك خبراء وعندنا الجامعه. وهنا بغيت نقول السي عبد الكبير السي خضراوي والاساتذه الاجلاء زملائي وزميلي المحترم، ان شاء الله انا عشمي فيكم كبير باش هذه المداخلات ان شاء الله بغيت تكون هي الارضيه، لانه لو بلون داكسيون عندنا في الاسوسياسيون باش غادي نفتحوا نقاش بالاساس مع الاطارات اللي هي معنيه بالاعلام، كان خص بالذكر النقابه الوطنيه للصحافه، المجلس الوطني للصحافه، بيديها الجامعه بكل روافدها، سواء اللي هي معنيه بالعلوم الانسانيه او العلوم الاجتماعيه والقانونيه، او اللي هي معنيه بالمجال الاعلام كالمعهد العالي للصحافه او المؤسسات الحره اللي فيها اصدقاء وفيها صحفيين محترمين في البلاد وداروا هذه التجربه. وكذلك الرهان على السلطه القضائيه، لانه ما يمكنش لهذا المشرع يغير واحد النص متأدب وغير واضح. القاضي كما تعلم السيد المستشار المحترم والزميل العزيز هو مسؤول بتطبيق القانون، كينفذ واحد المسطره قدامه، الدفاع كيدافع كيبرز الثغرات، ولكن ما عندناش خيار الا تطبيق القانون، وهذا هو الهدف ديالنا، ولن يتأتى الا بالمساعده ديالكم جميعا. وبغيت نشكركم باش لانه في نهايه المطاف بغينا نقدموا هذيك الارضيه للمشاريع في شقين الوطني والدولي، كما قال الزميل الاخ الاستاذ شباعو، فعلا ان ترافع كنحضروا الاليات الامميه سواء جنيف او غيرها، ولكن خصنا ما نقدموا للمشاريع الدولي باش ولا حتى الاوروبي اطار المجلس الاوروبي باش يمكن له يغير واحد ريفيرونس انترناسيونال تكون معتمده. هذا هو الرهان ديالنا. وقبل ما نختم عندي جوج الحوايج بغيت نقولهم. بغيت نشكر الدكتوره ايمان الاخت الصديقه العزيزه على تحملها هذه المسؤوليه اللي نحتالي على العمر ديالها، اللي كانت في المستوى ديالها اكثر في تدبير هذه المائده المستديره، اللي انا كنشوفها غنيه من ناحيه المداخلات لا نسعى الى الكم، ولكن الى كيف يكون له واحد لامباكت في المجتمع وعلى المؤسسات. بنشكر مختلف الطلبه الطالبات اللي حاضرين سواء اللي في مجال ديال الاعلام او مجال ديال الحقوق، ونشكر كذلك الاداره ديال الفندق ووسائل الاعلام اللي حضرت معنا والمؤثرين كل التلاوين ديالها وكل المواقع. قبل ما نتناولوا واحد وجبه الشاي الخفيفه كنطلب من الجميع ناخذ واحد الصوره الجماعيه إلى ما تكونش مانع. شكرا.